كاتب لا تفاني كل قصيدة بلا معاني واحسب الوقت بثواني زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك خلي لك في الجد راية واجعل الإقدام غاية نبتسم لك في النهاية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك انطلق ويدي انطلق ويدي بإيدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع
والله لو حصل ولع. لا لا هذا يطير النار علينا بدون فائده. لا 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 لحظه بس خل في مكانه. إيه لا جهه طافيه شوي ما يخالف. هذا شيله هذا شيله ما يخالف. لازم ولع يا اخي. لازم هذا 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 شيء على الدنيا كلها. ما شاء الله عليكم. ما عليك من يمين ومن يسار. لحظة ابدا هذا نفخة عن نفختين. بسنة بسنة تجي بسنة. ها على طول. ابو صالح. هلا. هنا المنفخ ذا اشتراه جيد. هذا ايه. اكبر. بس لا يطير النار. لا 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 شو بس. اي لما انه ولعت ان شاء الله. يبي له شوي. استريح استريح. ما شاء الله مرتاح. يا مرحبا حياكم الله. بارك الله. صبحكم الله بالخير. يا مرحبتين يا هلا. يا مرحبا يا مرحبا. يا هلا والله. بنجمنا الله يعطيك العافية. أنت من نجو. أنت الله يعافيك. الله يعافيك. هذه بدونكم وش هي يا أخي؟ مديننا وخادمنا كلها سوا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم والشر ما يجيكم. يسعدنا وياكم بالدنيا والدين. خله ما يخالف. خله داخل. لا. خله داخل تشفطه. نعم نعم. ما يولع إلا شو اسمه. ما يولع إلا داخل. لا خله خله. وبعدين بس شوي هو أبو سعد ما يحل جوه. هذا ينفخ منفاخ مثل المنفاخ هذا. لا طلع برا يطفي شوي. السلام ورحمة الله وبركاته. شوف النهاية. استريح استريح استريح. نبي نرتاح. كيف الزحمة أبو سعد؟ فل 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 فل. يا سلام يا سلام على الكل. الزحمة لا تقول إلا خير. لا تقول إلا خير إن شاء الله. خير سلام. كذا يكفي نزيد واحد؟ لا يا أبو يكفي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. يا مرحبا حياك. استريح استريح أبو صالح. استريح. ما شاء الله تبارك الله. اليوم جيت مع الدائري ولقيت زحمه قلت ما في الا طريق المطار ولا اسلم يعني طريق الملك سلمان. اوه ذاك ممتاز ترى. اي بس قبل تجيه يصير في شوي زحمه. الدائري جيت. الدائري الشرقي. الحمد لله. الدائري الشرقي. وطلعت على عثمان ابو بكر لين يمين 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 على المطار. احنا ما لنا الا هالجسر المعلق اعوذ بالله. زحمه. مو بشيء. بس صدق ان عاد في ناس يروقون على الزحمه. ها؟ بعض الناس يروق على الزحمه. اللي عرف الطريق صح. اللي يروق على الزحمه عنده مجال في الوقت. نعم. ما عنده مشكله يعني. لكن ابو صالح ما شاء الله تبارك الله دائما الوقت معه. الحمد لله. ابو صالح الله انه بس يجي من قريب من هنا. لا مو من قريب. من وين ابو؟ من النسيم. ابو صالح. ابشرك 80 كيلو. ما شاء الله. من هنا للبيت. 80؟ اي 80 بالضبط. تعرف اسداد الملك فهد؟ أوه. الرياضي ها حنا من جيران الشيخ جابر. ايه نجي مع شارع جابر والله حليو شوي لكن لا طلعنا شوي وخاص مع طريق المطار تبارك الله. الطريق ممتاز جدا. قبل نجي المطار فيه شوي زحمات حول هذه الجامعات ما شاء الله عندهم عندهم لكن عندهم انفاق وعندهم جسور وعندهم خير. ايه الحمد لله والزحمة خفيفة شوي ما شاء الله تبارك الله. مع الدائري الشمالي. الدائري الشمالي فيه شوي زحمه فيه شوي زحمه. يحصل خاصه التريلات قدام منها تتوقف. يحصل شوي ازدحام. يعني انت بصالح تأيد ان الواحد يقوم بدري. لا بس والله اللي يقول يا ابو فزاع قم بكير تقوم بكير. وكذلك فيها حديث صحيح يقول بارك الله لامتي في بكورها. اي نعم. البكور هذا نخبره من قديم الزمان. اذا كان الواحد بيسافر او مثلا يرعى الابل او كذلك يروح يشتغل يعني ما تحتر الشمس هذا وقت القيض الا خلص شغله. بس هذه مساله هذا موضوع. ايه؟ الموضوع الثاني اللي هو تحرك التريلات وما التريلات والاشياء الكبيره يا اخي المفروض وقت الذروه هذه ما يتحرك من مكان ما تدخل. طيب تدخل يا شيخ الجسر معلق كله حق البرة البرادات دي ولا شايل لك بلك ولا شايل لك بلاط ولا شايل لك هذه المفروض ما تتحرك بس وقت الذروه هي كان هو انا يعني معروف ان المرور محدد لها كان معروف. من 6 الى 9 بس ما تقيدوا بالانظمه ما تقيد حتى المرور اعتقد ما هو يعني الذي كذا يعني الان وش حركك من موقعك اساسا لان وقوفه على الرصيف او انك تركم التريلات هذه على الرصيف هذا منظر يعتبر ما هو تخيل بعد ما ينطلقون بعد ما ينطلقون الان تجي الدائري الشمالي تحصلهم مركومين على جنب موقفين يا اخي المفروض انه ما يتحرك من مكانه نهائيا. انت في مكه طول عمرك الدوريات على مداخل مكه
ولا تدخل ولا تريلا حتى الجنة ما تدخل. هذه ما هي بتدخل، هذه تطلع من المستودعات ومن المحلات هذه اللي يبيعون بلاط واللي يبيعون واللي يبيعون، وطالع من الصناعية منطقة صناعية. هذا المفروض انه ما يتحرك من موقعه نهائيا الساعة 9، ألقاك في الشارع غرامة على طول بدون ما حجز السيارة، لأن وقوفه على الرصيف برضه منظر يعتبر منظر مو بصحيح. شوف يا أبو سعد والكلام للجميع، هي السيارات الكبيرة هذه هي قائمة بعمران البلد ما بشك، لكن مفروض أن يكون لها أوقات، بس لها وقت، لها وقت، لها وقت محدد، خاص دخول الموظفين وخروجها. والله أن أنهم ما بيقصرون، أشوفها صافينها برا يعني بعضها بعيد، ولكن لابد أن هنا يقضى وانتباه وقت يعني أبو مناسب. أبو صالح المرور المفروض أنه يركز على الشيء ذا، ما يتحرك من موقعه نهائيا، ما يتحرك من موقعه. أنا ما بيجي يجي لي في الدائري الشمالي وأركمه على الرصيف، لا تجي، ما أشوفك لا دائري شمالي ولا شرقي ولا غربي ولا وسط، وقتك تحرك من المكان اللي أنت فيه. بعضهم أنا أخوك يتحرك من قريب، يشيل سميت، يشيل بلاط، يشيل، وهذا ولا إحنا ما ننكرهم، هم عمران البلد، لكن لابد أن يصير فيها مواقف يعني واسعة أنا الخط، وهنا أوقات مدروسة مثلا ما يضايقون مثلا على الدوامات وعلى المدارس. نعم نعم، ما نقول شيء على الحين، هم عمران وهم شايلين خدمات لنا. نعم كلش. نعم، لكن المفروض أن الساعة 9 تحرك أنت من المصنع اللي أنت فيه، لا تطلع من المصنع اللي أنت فيه. عندهم أوامر بالشيء، عندهم أوامر، لو عنده أوامر ما لقيت كراكمهم على طريق الدائري على الشمالي على المخارج مساكين، المرور تعبانين معهم مواحين إلى هالدرجة، كل شوية موقفين لك تريلة جايتك، وايت جاي، ما أدري وش بعد جاي، براد جاي، ما هو صحيح يعني. لا تحرك أنت، لا تحرج نفسك ولا تحرج المرور ولا تعب المرور برضه، يعني خليك موقعك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أول كنت أتوقع أن الزحمة بس في مكة، أثر مكة طول عمرك بس هذا الشاي وهذا الحليب، من أول مكة بس زحمة الحج ورمضان شوية وفي المنطقة المركزية، يعني رمضان المنطقة المركزية، لكن الحج عموم مكة زحمة، لكن الله يعين، لكن أظن القطار ذا اللي جاي هو اللي بيحل الأزمة كامل بإذن الله. أي هذا اللي بيسره بإذن الله، يبى الله ييسره إن شاء الله. بعد لكن تخطيطه أي مريح في التوصيف ومريح في التنقل ما شاء الله، يعني المخارج والدائري المخارج بيكلها طبعا كل محطة لها رقم. لا قصدي أساسا الآن أنتم الآن مرتاحين من ناحية الآن المخارج يعني توصل الواحد خلاص. أي الآن مثل ما تقول شارع المدينة كلها مخارج ومداخل، سهل سلك، هذه أمور أمور مدروسة لا شك ولا ريب، والحمد لله مكفين لهم، وما الله يعز الدولة والقائمين عليها ليل ونهار يشتغلون، وخص المرور مثلا والحراس ذولا يشكرون يا أخي على جهودهم. لكن الأمر كبير، هذه مكة الله يشرفها ويزيدها شرف، هذه مجمع للعالم الإسلامي بأكمله، لكن الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية، ولا شك إن فيها ازدحام. لا فيها والدولة ما قصروا، حطوا حالهم ما شاء الله قطرات الرياض وتبي تشتغل إن شاء الله بإذن الله. سكان سكان، لكن احنا الآن والأمور سهلة والأمور سالكة والحمد لله رب العالمين، لكن بدل ما هو تعب على المرور وعلى ذي، يعني مفروض الشركات والمصانع ذي هنا خلاص مقرر وقت التحرك. نعم لا تحرك يا أخي إلا في وقتك. الله أكبر، لا تحرك 9 تحرك. أنا عارف أنه بي ويجيب لك، أنت بيجيب لك وبيجيب للثاني والثالث بلك، وبيجيب بلاط وبيجيب موية وبيجيب بيجيب، لكن خلاص أنا مع زبائني أرتب على أن الموقع والموعد بعد 9. والله التعاون حق وواجب بين الجميع، إذا ما حصل تعاون ما حصل عمل. هذا الشيء صحيح للسيارات وموقفها، والناس اللي يكونون على النظام ما يقولون يجيك مألوذات ويدخل في مكان مثل ويصير يسكر على المسلمين، هذا ما يجوز ما إيه خاصة نعم. وقت الدروة وقت إيه؟ خروج طيب صلى على النبي الطلاب. اللهم صل على عليه وسلم. أخوياكم أبو رشيد وعبد الله الأحمري أبو سليمان. نعم. أبو سليمان عندهم راجعة في جدة، صلى الله عليه السلامة، الله يوفقه، ويمكن الأسبوع هذا ما يجينا، لكن الرجال طيب يراجع، عسى إن شاء الله يجيبه بالسلامة إن شاء الله يرجع. هذا أبو رشيد إن شاء الله على حسب كلام ولده أي. جواله طبعا مغلق أي. حسب كلام رشيد إن شاء الله أن الأمور طيبة، يومين إن شاء الله يطلع من المستشفى بإذن الله. يلا تشفيهم يلا. وجاء قطعة أكل هنا كيكة وطاحت قطعة في المريء
الله اكبر. اي ف ان شاء الله في الاشعه طلع ما طلع ولا شيء، ما جابوه الا بالمنظار. ان شاء الله ما يشوف. فابشرك الحمد لله ان شاء الله الامور طيبه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله والحمد لله الخدمات والاسلوب والاجهزه هذه كان من اول كذا الواحد يفتح بطنه، اللهم لك الحمد. الدوله ما قصرت، حطت اجهزه راقيه على مستوى العالم، المنظار وكل العمليات الحمد لله. قبل العمليات كلها الله لا يحوجنا ولياك. امين يا مناظير. امين اكيد. تفتت الحصوه، المراره، كل شيء بالمنظار. الحمد لله، الحمد لله. يا اخواني معي وصاه لحدا المرضى تسلم عليكم تثير السلام بس، بارك الله فيكم. بس اخوي اكثرنا. وتقول ادعوا لنا بالشفاء وادعوا جميع المرضى. المرضى يا اخواني لما جيت اهل السر اهل بيضاء، شوف اللي عنده مثل غفله ولا شيء يزور المستشفيات ويشوف شيء عظيم اللي معلق برجله واللي براسه واللي بغيبوبه. فالحمد لله الانسان مهما كان في نعمه لو يحبي على يديه ورجليه. ولكن الانسان يتكل بالحي القيوم ولا يرتبط بحد، يقول ادع لي يا فلان ولا ادع لي يا فلان، ولا ارتبط برب العالمين ودع الشفاء هو الشافي الكافي. وانت المحتاج، أنت المحتاج، وأنت أولى بالدعاء الطيب. فبعض الناس جزاه الله خير وهدنا الله وإياه يرتبط بناس يقول ادعوا لي. يا أخي بشر هذا مثلك، والله لا يسر ولا يضر، لكن دعوة المسلم واجب. بس دعوة المسلم واجب ومستجابة إن شاء الله. لكن وين؟ ارتبط برب العالمين. فالشافي الكافي المعافي هو الله سبحانه وتعالى، خلق من عدم إلى وجود. لكن اتكل بالله واحسن الظن برب العالمين وادع به كل وقت، ترى هو الشافي الكافي. بعض الخواجه جزاهم الله خير يلحن ويقول ندعو لنا يا اخوان. المسلم حق والدعاء يدعو له، لكن ارتبطي بالحي القيوم الذي هو الذي يشفي وهو الذي كافي، هو الذي خلق الانسان من عدم الى وجود. فنرجع الملاحظه هذه من الخوات والاخوان. هو شوف المريض ترى يحتاج، والمريض ترى يدور الاسباب، وترى يدور الحاجه اللي يظن فيها مثل سعادة أو شف. المريض مريض على اسمه. فارتبط قبل كل شيء بالحي القيوم الشافي الكافي الذي هو يشفيك وخلق من عدم إلى وجود، وهو المتصرف. وقد يكون بعض الأمراض تكون لك إن شاء الله تمحيص ذنوب. من يقول لك عجب للمؤمن ما حتى الشوكة تشيكه يوجر عليها، سبحان الله العظيم. لكن الكفار والمنافقين هذول محرومين والعياذ بالله من رحمة الله. لكن المسلم يحصل أجر سبحان الله العظيم، ويحصل تبديل السيئات حسنات، وهذا للمؤمن فقط، والمؤمن على خير وبرجه الحي القيوم. نعم. بس يا ابو صالح، بس بعض الحريم اي الله يعافيهم ان شاء الله، اللي مريضات وتعبانه ويشفي ان شاء الله جميع المرضى. نعم. بس بعض الحريم تراها تجيها سخونه من يوم تسمع زوجها يطري لها زواج ثاني ولا شيء يجي. ابشرك النساء نسانا فيهن خير. شوف الغايريه، الغايريه هذه قيل انها رحمه وانها تود للزوج مثل ما اعطاها الله الزين. الغيره شوف الغيره، نعم، لكن غيره وغيره. انا الزوجه اللي طعمك، شوف الزوجه اللي تغار على زوجها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عاد لا يغرك من جوا الله يستر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وش زين. هلا هلا وغلا. هلا عاد شخبوط شلون وعياله؟ والله سهل طيبين والاخوان الله يسلم في عافيك. هات هنا يا ابو. يا مرحبا. لا خليك قريب مني، خليك قريب. معلش اللي في هالزاويه الصاد عن الضوء له بيمشي. لا خلنا في ذي. شلونكم؟ عساكم بخير. الحمد لله بخير اخوي. عساكم طيبين. شلونهم زحميه وعيالهم؟ ابشركم بخير. عساهم ان شاء الله بيربعون ان شاء الله. والله ان شاء الله هالعشره. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. السنه هذه الحمد لله. لا السنه كل ان شاء الله الديار مبشره بخير باذن الله. اهم شيء البركه. جاء خير وعند الله خير باذن الله. ما شاء الله تبارك الله. الله بخير. شلونك طيب؟ الله يعافيك. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. احنا شيخنا المري بالمرضى ذولا اللي يقولون ادعوا لنا. بيت الحكمة ودعوا لنا، نقول أول شيء ترتبط بالحي القيوم سبحانه وتحسن الظن. حنا مثلها بشر والله لا نضر ولا نسر، اتكال على الله. لكن دعوة المسلم قد يكون أنها إن شاء الله مستجابة. ونبي تعليقك على هذا الموضوع جزاك الله خير. عافية إن شاء الله. هو بالنسبة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على آله وصحبه أجمعين. أقول بالنسبة للدعاء،
من فضل الله عز وجل أنه ما جعل الله عز وجل بينه وبين خلقه واسطة. الله أكبر. يعني إذا أراد الإنسان حاجة ولا أراد الإنسان أنه يجعله واسطة أبدا. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أستجب لكم. تدعو مباشرة. مباشر. أستجب لكم. بس دعوة المسلم المسلم قد يقول أنها تنفع برات الله. نعم. الله أكبر. يقول ادعوا يا أخي هذا حديث. نعم. فهو بالنسبة للدعاء ما يحتاج أنك تجعل هناك واسطة ولا تقول لفلان ادعوا لي ولا أبدا. ادعوا الله عز وجل مباشرة. ولهذا قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله أكبر. ويكشف السوء. لكن أهم شيء أن الإنسان إذا دعا أولا أن يدعو بقلب صادق. سبحان الله. معتمد على الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل هو الضار النافع وأنه الخافض الرافع عز وجل. لا شك ولا ما يجرب. والأمر الثاني أنه يحرص على أوقات الإجابة. مثل السجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني حري. قمن يعني حري. الله أن يستجاب لكم. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو ساجد. لا إله إلا الله. أوقات السحر آخر الليل. أدبار الصلوات قبل السلام أيضا موطن دعاء. عند نزول المطر أيضا موطن دعاء. جاء في بعض الأحاديث التي لا بأس بها. دعوة المسافر أيضا يرجى. والسلامة أيضا من موانع الدعاء. الله أكبر. الحرام أكل الحرام أو الإثم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. المسلم ترى على خير. الأول إما أن يستجاب له. يعني فقير ودعا أغلاه الله عز وجل. مريض دعا فشفاه الله. أو يرد عنه من البلاء بمثلها. يمكن نازل عليك بلاء جاءتك مصيبة لكن بهذا الدعاء قدر الله أن هذا الدعاء يرد هذا البلاء يرفع أنا. أو تدخر للعبد في يوم هو أحوج ما يكون. أنت على خير. يعني إذا دعوت ما أنت مفلس أبدا. أنت على خير. إما أن تستجاب إما أن يرد من البلاء بمثلها إما أن تدخر في يوم أنت والله أحوج إليها. وعبادة بلا شك. وطع أطب ما أكلك وما شربك بلا شك. الدعاء هو الدعاء العباد. لما قال هو ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. بس وإن كان الحديث في ضعف لكن معناه صحيح. معناه صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وودي بالحرام. الله دخيلك. فأنا يستجاب لذلك. يلا لكن إذا قال الإنسان رجى في أخيه الصلاح والخير قال ادعو لي فلا بأس. لكن لا يكون هذا هو ديدنا. بعض الناس كل من وال ادعو لي ادعو لي. شيخ الإسلام تيمية يقول إن مثل هذا قد يكون داخل في السؤال المذموم. الإنسان إنه يسأل. لكن إذا رأى رجى فيه الصلاح وفيه خيرا ورجى إنه إن شاء الله تقبل دعوته قال ادعو لي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم ويس القرني من اليمن كان بارا بوالدته فمن لقيه فليدعو له. يعني يسأله أن يدعو له. فكان عمر على جلالة قدره وفضله ومكانته كان يسأل كل من جاء من اليمن معكم ويس؟ حتى جاء مرة من المرات قالوا نعم فدعاه. قال له عمر أنت كانت أمك مريضة؟ قال نعم. كنت بارا بها؟ قال نعم. المهم ذكر له الأشياء التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. الله. فقال لعمر ادعو لي. أنا أدعو لك يا أمير المؤمنين أنت. أي نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا. فدعا لي عمر. قال تبغى شيء؟ قال أبدا أبغى أستخفي على الناس ما أبغى حد يفطل لي حتى لا يفتن في دينه. ترى أحيانا معرفة الناس بالشخص والشهرة وذي قد أحيانا يفتن الإنسان في دينه وهو ما يشعر. ما يشعر. أي نعم. الله المستعان. سبحان الله. الدعاء يا شيخ عادة الناس لما تقول ادعوا لي ادعوا لي لو دعا الله بيقين يقين الله ان الله مستجيب الدعاء خلاص يقين بس انه خلاص راح يستجاب بلا شك. حتى الكافر هو كافر اذا دعا وهو صادق ومضطر استجاب الله له وهو كافر.
سبحان الله. كيف يا شيخ؟ انا سمعت يقول ان الكافر محروم، لكن يمكن بطريقه عن طريق. لا هو بالنسبه لاجابه الدعاء الله. يعني مثلا هو يدعو يبغى رزق، يدعو يريد شفاء، يدعو يريد، هذه اجابتها من توحيد الربوبيه. سبحان الله. ما هو من توحيد العباده. الدعاء من توحيد العباده، لكن الاجابه من عدل الله سبحانه وتعالى. اي نعم، من ربوبيته للخلق انه يستجيب لهؤلاء وهؤلاء. لكن شوف، اذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، جاء الاخلاص. اي نعم، جاءت الضروره. ايه كمل يا شيخ، بجيب لي حطب. الله عز وجل يستجيب، ولو انه ما يستجيب الكافر ولا ما سقاهم شربة ماء، لكن هذا من توحيد الربوبية، من توحيد الربوبية، حتى لو كان كافرا، لأنه محتاج إلى الله عز وجل. الله. إلى رزقه، إلى إلى الصحة، إلى العافية، إلى، فالله يستجيب. ما في غني، الله أكبر. طيب الموانع، موانع الدعاء، مثل الحرام والربا هذه. نعم. قد يكون لها ظاهرة على الإنسان حي. بلا شك. إي. سبحان بلا الله. شك المطعم الحرام هذا من أعظم ما يحرم به العبد الإجابة. يا كافي يا الله. ولهذا رب أشعث أغبر. إي. يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، وش اللي ما لماذا لم يستجب له؟ قال مأكله حرام، أكل حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وملبسه حرام، مصيبة، وغذي بالحرام، جسمه مبني على الحرام. يقول فأنا يستجاب له. النور أولابه والعياذ بالله. المشكلة دي الإنسان أنه يقع في الحرام ويأكل حرام، يعني كم من دعوة حجبت بسبب لقمة حرام. طيب الصدقات يا شيخ، أنا عفو الله عنك وعن جميع المسلمين، مثل قد يكون أن المسلم يستشفى بها مثلا. بلا شك الصدقة داو مرضاكم بالصدقات. الحديث أي، وإن كان فيها مقالة لكن المعنى صحيح، داو مرضاكم بالصدقة. الله أكبر. ولا شك أن الصدقة لها أثر على سعادة الإنسان، يمكن حتى على نجاته وعلى فوزه. قد يتصدق بصدقة ويجعل الله عز وجل هالصدقة سببا لتوفيقه وسعادته وصحته ونجاته حتى من النار، دخوله الجنة. ولهذا اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا إله، بحاجة الإنسان. اي نعم، والإنسان يوم القيامة في ظل صدقته. سبحان الله. ذلك اليوم اللي تدنو الشمس على رؤوس العباد، قدر ميل، قيل ميل المسافة وقيل ميل المكحلة، وهي كلها قريبة، كلها قريبة. أيوان، حتى العرق بعض الناس يلجمه العرق الجامع. أنا جاب لي أحد الأخوان قصة قصيرة، والقصص ما هو بس سرد قصة، لكن ربما الإنسان يبغى بها معنى، يبغى بها مثل ذكر لذكر الله. نعم. هذا يوسف بن سبيل الحربي جاب لي قصة أمس، يقول مؤكدة هذه والله أعلم حسب الرواية، يقول قصة قصيرة، يقول هذا رجل أعطاه الله مال، يقول ماله كثير، يقول عنده حرمة صالحة سبحان الله العظيم، تحاول الصدقات وتدور المحتاجين والأرامل والشيبان اللي ما يقدرون يستفيدون من أي شيء. يقول هذا الرجل ما يدري أعطاه الله خير وأهلها، اللي يقول مبخبخ مع سوى إسراف ولا غيره. المهم يقول هذه الحرمة الصالحة، يقول تأخذ وتخص دائم، يقول يجونها شويبين من القرية وعجيزات ويحتاجون إلى تمر وإلى دقيق وإلى أمور يعني على قدهم، الناس ما عندهم تجارات بالزمان السابق. قيل يوم من الأيام جمعت لها صدقة وحطتها بالحوش تبي تطلعها مع الباب وين للمسلمين اللي يجون، يمكن يجونها بوقت هي تعرفه وهم يعرفونه. جاء الرجل وقال ما هذا اللي مطلعتن قدام؟ قالت والله هذه صدقة يا رجل، وبعدين إن شاء الله ترى تبلغ مبالغ طيبة ونحاول يجون أهلها إن شاء الله ويأخذونها. قال هذه منها؟ قالت هذا من حلالك. المهم إنه جور عليها وإنه حلف عليها ما يطلع مع هذا الباب ولا صدقة واحدة. يلا رديها في مكانها. عاد الله أعلم بطريق تهلو حرمان محروم ما في شك، ولا مصايب مثل وقع بها. المهم ما يطلع من هذا الباب صدقة نهائيا على الإطلاق، ولا سوف أفعل وبكل شيء. المهم أنها تهددها وقالت أعوذ بالله من الشيطان. الزوج يقول زوجته الصالحة. الزوجة لها ناس من أهل البلد وناس من برا. المهم أنه بحاجة قصوى الفطور ولا غدا ولا عشاء. الباب هذا اللي هو جير أنه ما يطلع مع صدقة تركته، وفتحت لها فتحة وراء
البيوت طبعا بيوت الطين القديم، امور قصيفه والامور ما عندهم اي شيء، يا بس فطور ولا غدا ولا عشاء وامش، لا تجارات ولا مخازن ولا شيء. فتحت له فتحه صغيره ويطقون الباب ذولا اللي يبون يجون مثلا يدورون فطوره ويدورون اكلها وشربه. اشرت لهم وقالت تجون في فتحه وراء بقفاء البيت، على قد الماعون اطلع لكم مثلا يا لبن يا تمر يا دقيق. فهم قاموا واعتادوا هذه الفتحه اللي بقفاء البيت. وكل ما هذا الرجال طبعا يروح ويكدح ويجيب، لكن ان هذه الطريقه الله اعلم انها احرم الثواب والاجر. كل ما جو وطرقوا الباب دلتهم على الفتحه اللي ورا قامت تعطيهم. هذا قليل من التمر وهذا قليل من الدقيق وهذا حاجات يعني بسيطه توقتها حتى الليل. المهم انها قامت وتعطي، استمرت على الشيء ذا. اظن فتره من الزمن هذا الرجل صابه مرض. وعندما الزوج الزوج عندما مرض اخذ له وقت توفى بهذا البيت. عندما توفى راحت ودعت الجيران وقالت الرجل توفى رحمه الله عليه، فانتم تعالوا تولوه تغسيله وطلوعه مع الباب المقبره وكل شيء. جوك يقولون من اهل البلد ناس المختصين، وجو قبل كل شيء بيطلعونه مع الباب، عايزوا يطلعونه الباب هذا اللي حرم ان الصدقه ما تطلع معه. حاولوا حاولوا وكل شيء، ما ادري هو يصك عليه ما ادري يعترض ما ادري، والناس مرتبشين. المهم انه عي يطلع، فقالوا مالنا الا نبلغ وين شيخ البلد، فيه شيخ عالم وبخير ويستفتونه مثل. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. المهم انهم جو وقالوا يا شيخ والله هذا الرجل حاولنا من الصباح حتى المساء عي يطلع مع فم الباب، رغم ان الباب انه ياسع له يمكن اجمال، لكن حيه يطلع ما ادري وش ما ادري وش السر. المهم قال كلموا لي زوجته ما سبب الباب، وزوجته قالت والله زوجي يوم من الايام جمع الصدقه وكنت اتصدق عنه وهو ما يدري، وطلعها مع فم الباب هذا، جاء وجير علي وحلف انه ما يطلع مع هذا الباب صدقه. قال هذا السر والله اعلم، لكن في باب ثاني. قالت والله ما في باب الا فتحه صغيره يمكن ربع هذا الباب الكبير. ادخل يجون ناس ضعوف يبون فطور يبون شربه ماء شربه لبن، واعطيهم مع هذا وكنت مستمر حتى ان الله توفى. قال للرجال حاولوا ردوه للفتحه اللي فتحت الزوجه الصالحه وشوفوا خلوه يقدر يطلع الباب الكبير، تعذروا خلاص ما هو طالع منه. ارجعوا للباب الصغير قيل انه ما ادري توسع او الرجال صار دقاق او ما ادري، المهم انه خرج بسهوله مع هذا الباب الصغير اللي يجي ربع الباب الكبير اللي فتحت الزوج اللي فتحت. المهم انه اخذوه واحسنوه وراح، وكل انسان عمله قدامه. هذه قصه جابها يوسف السبيل القبع قبل يوم واحد، والله اعلم عاد برواياتها، لكن عاد هذه الصدقه لا شان عظيم. سبحان الله ابو صالح، احيانا القصص يستانس بها وما هي قاعده تمشي عليها ابو. اي نعم، بس خبر القصص قد يزيدون فيها قد ينقصون قد. اي الله انا اعرف شخص يعني يوم جلسه كذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى بيقين، وله راعي اعمال صالحه كثير، لكن اللهم جلس وكان يطلب من الله رزق معين، رزق الله سبحانه وتعالى هالرزق بجلسة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لا إله ما يعني لا واسطة ولا غيره، وهو رجل مو بكثير صلاح، لكن اللي أعرف أنه جلس جلسة فعلا عرف الوقت المناسب وقال كلمات مناسبة بينه وبين الله وصدق تضرع لله سبحانه وتعالى افتخاره وضعفه بلا شك. أداب إجابة الدعاء يا شيخ، أول حاجة النية بلا شك، هو لا بد الإنسان أنه يخلص في دعاء، هذا واحد. الأمر الثاني يعتمد على الله اعتماد كلي، وعنده يقين أن الله سيستجيب، يخص في الدعاء، ما هو بيجرب، إنما يلح في الدعاء ويتيقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير. سبحان الله. ولهذا شوف مريم كانت تتعبد الله في المحراب ما عندها شيء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. سبحان الله. قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله. لا شك، شوف هو من عند الله. كان زكريا كبير سن وكان ماله ذرية، وتخبر واحدة قد كبير السن ولا جاله ذرية قد خلاص
لكن لما دخل ورآها الآية كل ما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، هنالك دعا زكريا ربه. الله أكبر. الآن عرف أن الله على كل، هو يعلم أنه على كل شيء قدير، لكن ازداد اليقين عنده وأنه ممكن. وهب الله له يحيى وجعله نبيا أيضا، لكن أهم شيء الإنسان يستيقن عنده يقين أن الله سيستجيب وأن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لا يجرب، الله قادر على كل شيء. لا يجرب الواحد يعزم ويصدق. والله مشكلة التجربة هذه ترى واقعة، والله بعض الناس يقول بجرب، اي بعضهم تلقاه يدعو بقلب غافل ساهي وهو بيمع. يقول كما أمت الله بقلب سليم. بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل عليه رجل في يوم الجمعة هو يصلي بالناس يخطب بهم الجمعة، دخل عليه واحد من الباب قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. يقول فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يقول أنس والله ما في السماء سحابة ولا قزعة ولا قطعة سحابة، فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. سبحان الله. يقول فأنشأ الله سحابة مثل الترس كجناح الطائر، يعني مزن، ثم انتشرت انتشرت حتى غطت المدينة ثم أمطرت. يقول فاستمر المطر سبتا، يعني سبعة أيام من الجمعة إلى الجمعة ما شاء الشمس وهي أمطار. يقول يوم جاء الجمعة الجاية والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قام واحد دخل واحد مع الباب ما أدري هل هو نفس الأول ولا واحد ثاني، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، أول هلكت سبحان بالجوع الله. من الجوع والعطش والآن هلكت من الأمطار، فادعوا الله أن يمسكها. الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على بطون الأودية وعلى رؤوس الجبال وعلى الآكام. وكان ما أشار بيده إلى جهة إلا انطلق السحاب. اللهم صل على محمد. حتى خرج الناس في الشمس. يقول شيخنا الله يقول الشيخ ما الله يقول لي يرحمه الله يرحمه يا كريم، يقول السنة أنه ما يدعى بإمساك الغيث. أي نعم. بعض الناس الحين يقول الله يمسك ما في سماء خاصة حق ذا الزروع. أنا كنا ذكر أيام ندعو في الجمعة للاستسقاء وكان معنا واحد الله يقول له يرحمه عنده زروع، وذكر أيامها على الوشك وخاف المطر. اي سبحان الله. يقول عاد ولده قل للشيخ العادي يدعو بالغيث لأن ينحصد. يقول لأن ينحصد فما يجوز الإنسان يقول الله يمسكها عنه، وإنما يدعو الله أن يجعلها في الأماكن التي ينفع الله بها البلاد والعباد، لأن المطار حتى لو ما نبت عشب على الأقل يكون يخزن الماء في الأرض. وحتى الآبار ترد، ترى بعض الآبار تلقاها ضعيفة، لكن لجت السيول والأمطار حتى أحيانا سبحان الله تكون في بلد وأنتم بينك وبينها مئات الكيلوات يجي خير ويرد. الغيث كله خير بلا شك. هذه قصة حصلت الواحد من أهل البل، رجال بدوي وصدق مع الله، من يحسب الله كذلك أنه صدق مع الله. كان عنده ناقة طعمك مدلعها ودائما ما يعطيه إلا أطيب شيء. الله أكبر. وبعد سبحان الله هالبل يعني تلقى يعني على قول أهل البل يعني إن تلقى عنده واحدة تكون عزيزة وعالمية ما غير هدية طيبة تلقاها عزيزة على قلبه تلقاها يدلعها. المهم تقهوى شيخ حليب ولا شاي؟ لا طحن. أيوه. المهم مالكم بالطويلة، الرجل طعمك حصل دهر وجوع وأجدبة الأرض، فيقول حط له الله يكرمكم ويكرم من عندي تبن أكرم. وهي ما هي متعودة على التبن، متعودة على النخالة، متعودة على البرسيم، متعودة على مدلعها. يقول عية تاكل، المهم يحط لها ما تاكل في نفس المطعم ذا، وضربها وضربها لين شاف عينها دمعت. يوم دمعت عينها هو ما تحمل بكى على طول، قال يا ربي بكت ناقتي وأنا بكيت، يا الله يا رب إنك ترزقنا الخير اللي يوقف دموعه ويوقف دموعي. هي الكلمتين هذه اللي يقول بكت ناقتي وانا بكيت، يا الله يا رب انك ترزقنا. قلوبهم صافيه عقيده سليمه. الحين هذا رجل من رجالة التعليم اللي يتكلم في الموضوع ده، وهذا واحد من جماعته في تعليم ينبع، يقول والله ما مر ساعه الا سبحان الله يوم استك الغيم وجاء المطر خلال الشهر هذاك سبحان الله الارض عاشت وحيت والمنطقه ذيك كلها، لكن يقول والله انها دعوه انها خرجت من قلب رجل بدوي صادق على ناقته وعلى الداب.
فاحيانا تكون الدعوه من رجل ما هو بشرط صلاح لكن صدق مع الله في نفس اللحظه مثل ما ذكرت الشيخ عبد الرحمن الصميط الله يغفر له رحمه الله اسلم على يده اكثر من 11 مليون الصميط الصميط وكان يروح ل هذا مقيم في مدغشقر يقول مره من المرات في منطقه نائيه شوي قلت بروح له قالوا بينك وبينها قلت لا لازم نروح نبلغ دعوه الله هناك سبحان الله يقول يوم جيت لهنا قبائل بالالاف مو مسلمين اي اكيد الله اكبر يقول عرضت عليهم الاسلام قال شوف لا تكثر الكلام ولا ان كان تقول ان دينك ان الصحيح ان في قحط من سنين يقول عندهم قحط اختبار اي اختبار ادعي ان نزل على المطر اسلمنا الله ربي يبي يزعله ما بشك قالوا بنسلم قال ان شاء الله باذن الله عز وجل صلى ركعتين ويوم سجد بكى في سجوده قال يا رب مو علشان عبد الرحمن الصميط انا مذنب مقصر لكن عشان دينك انك لا تاخذني عشان هالدين انهم يسلمون يقول والله ما كمل صلاته الا يوم السماء يوم سبحان الله اكبر سبحان الله وينزل عليهم هالمطر وهالخير ويسلمون لا اله الا الله لكن الانسان عنده يقين وصادق يذكر لي الوالد الله يغفر له ويرحمه الله يغفر له ناس رايحين للحساء ويوم جوا في الدهنه ضيعوا ما عاد دروا وينهم فيه ولا عاد معهم لا ماء ولا شيء بغوا يموتون من 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 العطش قام واحد منهم قال يا اخوان ترى ما لنا الا الله عز وجل ندعوه ونصدق ويقول في سحابه قدها متعديتهم الله اكبر والشمس ما عاد طالعت الشمس يقول دعا يقول سبحان الله السحاب اللي قد تعدته يوم يوم الله ردها وتمطر عليهم مطر لا اله يقول لك كل شيء يصب يملون قربهم يملون اللي معهم ويسقون ارواح لهم فالله كل شيء قدير ترى تكرر هذه يا شيخ إيه نعم. تكرر والله عدوها ناس واجد شيبان الراح ورحمه الله عليهم وعلى جميع المسلمين قال والله انهم دعوا ناس على درجه الموت وان الله غاثهم يقول سحاب ما هو كبير يقول كبر هزل ما شبه شيء لكن يقول على رؤوسهم قال وان الله اسقاهم وعبوا قربهم ومطاياهم ومشوا قال وما في شيء غيره سبحان الله هذا واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رواه مسلم في الصحيح يقول واحد جالس وهنا سحابه سحابته مو كبيره لا اله الا الله سمع فيها صوت يقول واحد اسقي حديقه فلان ابن فلان الله اكبر يقول يوم راحت السحابه وقفت على ذاك البستان وصبت كل ما فيها في البستان يقول ما تجاوز الشبر الله اكبر لا اله الا الله قام الرجال وراح يوم جاء المزرعه والله مفتوحه واستاذن دخل يقول له انا واحد بوجهه ما شاء الله مع مسحات يعدل الماء الله اكبر جاء قال له قال ايش اسمك انت؟ قال ايش تبغى باسمي؟ قال انا سمعت اسمك السحابه فتاكد كان فلان بن فلان قال والله هو الاسم اللي سمعته في السحابه لا اله الا الله ان الله انه يقول اسقي حديقه فلان وفلان وش اللي تسوي انت؟ سمع الله قال والله شوف انا وش اللي اسويه؟ اذا حصدت الزرع جعلت ثلاث اقسام ثلاث ثلاث ثلث اعطيت الفقراء والمساكين الله وثلث الله اكبر خذيتها انا وعيالي ونعطي اقاربنا وهذا وثلث رديتها في المزرعه وهذا شغل هذا اللي يسوي فيها الله الصدقه ترى لها اثر ولها نفع على الانسان وترى العبره ترى ما هي بكثره المال ما هي بكثره المال العبره ببركه هالمال بركه المال ونفع هالمال ولا في ناس ترى عاشوا حياتهم وهم حراس على حرس امن فقط مثل حارس الامن اللي في البنك اي نعم يحرص المليارات ما يملك هو شيء هو سبحان الله الحين مثلا لو عنده مليون وش زكاته 25000 وتلقاه يتشدد مو مخرجها ويثقل على الشيطان تلقاه عنده مليار 25 مليون وين ذي واجد ويمسك هالمليار هذا بكره لو طلعت النفس ما هو برايح 25 كله راح كله كل المليار راح لغيرك ولا بس هو ما يفكر ان هالمليون بكره بيطلع له مليونين او ثلاثه بموجب الصدقه بلا شك الله يبارك يطلع صدقتها وزكاتها خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بعضهم بخيل يقول لك لا وتزكيهم بها في مره من المرات كنا حاجين
فتقريبا انا كان لي 4 سنوات بعيد عن الاعلام. تقولش لي 4 سنوات بعيد عن الاعلام، انشغلنا ومرض الوالد ووفاة الوالد رحمة الله عليه، وانشغلنا يعني كذا بعدنا عن الرياض، فما يعني الإعلام كان بعيد شوي لكن في القلب يعني في النفس. فجيت كنا حاجين وجيت أضرب لكم مثال، إنسان يدعي أنت حاجتك قدمها لله سبحانه وتعالى بما ترى ولا تخسر. نعم بعد يوم صلينا صلاة في يوم عرفة قصرنا وذا، وجاء وقت الدعاء ودعيت الله والله بهذا الألفاظ اللي أقوله لكم الآن. قلت يا الله أنت يعني دخلت الإعلام وحببتني في الإعلام ودخل قلبي، فأنت يا الله أمامك أمرين، أما يا الله انزع حب الإعلام من قلبي وخلني أعيش لأنها أشغلني، أشغلني عن عبادتك، أشغلني عن بري بأهلي، أشغلني عن المدرسة، أشغلني عن التجارة، أشغلني عن كثير من الأمور، الإعلام تعلقنا في القلب، وأما يا الله مكنني منه ووفقني وإن شاء الله أني أخدم دينك وأخدم نفسي بهالموضوع. والله ما قلت غير هالكلمتين، لا إله إما يا الله أنك تشيله من قلبي وإما يا الله مكنني منه. فسبحان الله في نفس الحملة كنا حاجين مع مكتب غرب الديرة، في نفس الحملة جاء مدير المكتب قال عنده فكرة برنامج اسمه الحياة إعمار، نبغى نصوره في تنزانيا، موافق تكون معنا؟ والله يا جماعة الخير هذا الكلام يومين بعد يوم عرفة، اليوم 11 وصلت الرسالة سبحان الله. ونطلع طال عمرك الحياة إعمار واحد في تنزانيا. طلعنا من الحياة إعمار واحد بعدها بس بشهرين ويكلموني الإخوان في دار زد رصيدك، قال نبغاك في زد رصيدك 4 تكون معنا مذيع. الله أكبر. وأدخل مذيع طال عمرك ومذيع ومعد في نفس البرنامج. الله أكبر. السنة اللي بعد طال عمرك أنا أشوفني معكم هنا في البرنامج مذيع في الليل ومذيع في النهار. لكن والله العظيم أنا أقول الله سبحانه وتعالى إذا قدمت حاجتك لله سبحانه وتعالى لله وعندك ثقة تامة من ربي راح يجيب. أنا عندي ثقة تامة يا ربي يصرف عني هالموضوع تماما، يا ربي بمكنني منه، ما كان عندي شك أبدا إلا في الشغلتين هذه، ما يا هذه يا هذه. أنت تقول أمامي أمرين ولا أمامك أمرين؟ لا أنا أقول هي الأمرين هذه متأكد يا بيصير ذا يا بيصير ذا، عندي ثقة ويقين أن الله سبحانه وتعالى يا أني يصرف عني يا أني مكنني منه. اختار له اختار له الله وش عاد عود اللفظة جميل إذا الله عدل لي في اللفظة. إذا لا ما تقول له أمامك أمرين يا كذا يا كذا، لا 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 أنا أقول عندي يقين وضعتها أمامي أن الله راح يا يمكنني يا يصرف كذا ولا كذا. الله المستعان عموما الله الحمد لله الله اختار ما اختارها الله اختارها طال خير صار فارس رصيد اثنين بلا شك. ولهذا شو اسمه الاستخارة الإنسان ما يدري وش الخيرة، ولهذا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني في في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فيسره لي هذا الاستخارة ورضني به وبارك لي فيه. نعم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. الله أكبر. وأقدر لي الخير. هذه السنة أي بلا شك. سبحان الله ترى ما يدري احيانا ترى في يتعلق بشيء اي والله يصرف على في صلاه الاستخاره ما يدري احيانا انت تفرح بالشيء انك بتوصله صح وبتحصله يمكن حصلته صار شر عليك او ان الله يردك اي ما تدري. مثل الولد يا شيخ مثل الولد بعضهم يدعي الله بالولد هو عقيم يدعي الله بالولد يجي هالولد يكون وبال عليه قد الولد يقتله قد الولد يقتل وحنا شاهدنا في الزمن القريب ذا ان لقينا الولد يقتل ولد عمه واللي يقتل عمه واللي يقتل خاله يعني في الحلم واللي يقتل ابوه واللي يقتل ابوه يعني تخيل كان امنيته يجيه ولد وجاء الولد ذا وكان وبال عليه ما استخار والله شوف لو استخار سبحان الله شوف ان البنات الان كثير منهم انهم ارحم من العيال ابرك الله الا من رحم الله البنت تلقاها فيها لطف وفيها عاطفه وفيها خير ويقول لك البنت أعطف من الولد على الأب أو على الوالدين بصفة عامة لا ولك فيها أجر ولك فيها أجر من كان له بنتان أنا وأحسن تربيتهما فكانوا له حجر ونيش أو ستر عن النار من النار كوتك ترى دخل فيه بعض القصص يا أخواني تجيب بالنسبة مثل الصدقات هذه ومثل ما الله سبحانه وتعالى أخبر هذا الرجل باسم هذا الرجل الفلاح يقول يوسف السبيل من ضمن القصص اللي هو رواها لنا يقول بالزمان السابق يقول فيه قرية وفيها 2 فلاحين اللي هو واحد شاب وواحد شايب متخاشرين لهم مزرعة
يقول وهل تقوى وبر؟ يقول يشتغلون، يقول لا من استحصد الزرع يقول يجونهم الفقراء يقول يوزعون عليهم يعطونهم، يقول يتقاسمون عاد الباقي. قال جاء يوم من الايام يقول الشاب هذا والشايب مزرعه يقول ما هي كبيره يقول بلبلت، يقول استمروا بزراعتهم، يقول دائما البركه عندهم اللي غيرهم يقول ما عندهم شيء، لكن ذولا عبره على ان بذرهم اقل من بذر الناس اللي برا. يقول جاء يوم من الايام يقول وحصدوا الزرع يقول وتقاسموا القسمه، كل الشايب اخذ قسمه والشاب اخذ قسمه. يقول وتنزل هك البركه يقول ترى هل البلد وجهوا عليهم فقراء. يقول يقوم يتصدقوا، يقول كل واحد يتصدق من عنده. يقول كل ما ينظرون للصوبه هذه البر اللي هم حاطه ويقول له اي ورانهم انها تزود ما تنقص ما تنقص ابد. يقول يعطيهم الشحاذ الاول الثاني، يقول السائل الاول الثاني يعطي، يقول واذا الصوب على ما هي بعله. يقول تعبروا وقالوا العام اكثر بذر واكبر مساحه، وهالسنه كانها اقل من العام، لكن هالسنه حطينا حصلنا بر واجد وفير ونعطي ذا ونعطي ذا وما زال كانه يزود. سال لهم شيخ، جاء الشيخ وقال اخبروني ماذا بينكم؟ قال الولد والله انا الحقيقه كل ما تقاسم انا وعمي الشايب ذا قسمته اخذ بغفلة منه من مسهمي وحطه مسهمي، اقول الشايب هذا تعبان ومستقبله ضعيف وانا شاب ولا ما حصلت شيء بكره. يقول الشايب يضحك قال الله اكبر، حتى انا مثلك، حتى انا مثلك كل ما تقاسمنا قلت والله هذا الشاب نشيط وبعدين عليه حقوق كثيره وانا شايب يمكن ما عليه حقوق اقل، واخذ من البر حقي واحط بغفلة منك مع حقك. قال الشيخ بذلك نزلت البركه واستمر وابشروا بالخير. يقول والله انا مؤكد بحد القرى نزلت البركه بين الجميع، الكل منهم ياخذ من صوبته من البر ويحط عند خويه يخاف انه منه يقول لا لا يمكن يحتاجها وانا ماني بحاجتها. يقول عند ذلك نزلت البركه سبحان الله. ابو بكر رضي الله عنه يوم جاء اضيافه والطعام هو كثير فكف يده حلفوا لهم ما ياكلون ان ياكل. الله البركه. فكانوا كل ما كلوا ربى تحتها مثلها واكثر. سبحان الله. ويوم انتهوا من الاكل الا هو مثلها واكثر ما تغير شيء. سبحان الله. ما نقص. ما نقص ابد زاد. كما جاء في الحديث ما نقص مال من صدقه، الصدقه ما تنقص المال ابدا. تكفينا هذا. بالعكس تنميه. تنمي. تجعل فيه البركه، تجعل فيه الخير. وتجعل فيه الرفع الإنسان والنجاة بهالمال. المال ترى وش فايدته إن ما انفعك ولا ترى بيضرك، إما جعلته في الخير ربما جعلته في الشر، إما أديت الحق الذي عليك معناها أنك قصرت فيما أوجب الله عليك. إنسان وش المستعان. أولا يا شيخ أنت تقول الآن البركة في البنات و سبحان الله اللي تم الآن البنت اللي تزوجت تسحب زوجها عند أهلها فيجي للاب ولد ما جابه. الله اكبر. يعني الحين مثلا حصه زوجة محمد محمد يصير ولد ابو حصه. فعلا. فتلقى بعض البيوت مثلا فيه سبع بنات ويرزقها الله بسبع اولاد هو ما جابهم. بالذات اذا كانوا البنات بارين في امهم وابوهم. اذا كانوا البنات بارين واذا كانوا برضو الاولاد بارين بوالديهم. احنا الحين نتكلم في نقطة بعض الناس يقول انا عندي سبع بنات ولا خمس بنات ما عندي ولد، احيانا يرزقك الله البنات هذول يجيبون ازواجهم ف وحنا شفناهم يمكن انكم شفتوها. اي نعم. تلقاه طال عمرك سبحان الله يمتي لبيت الرجال وهو ما عنده ولا ولد لكن الخمسة الرجال هذول يجون عنده في البيت. سبحان الله. وبعض الاولاد مو بكثير لكن بعضهم من يوم يتزوج يطير. يعني ما كان خلق لها ام ولا خلق لها ابد يروح. ابد يروح. يروح ما يجلس. الله المستعان. راحت بصوت زي الطير اللي مسوي خلاص تاخذ هذا هذه واحد مصري بس هذه سنه الحياه بيكون نفسه لكن في منهم يكون لبق شوي مع والده يعني لا هو الوالدين بيبرهم ان شاء الله لكن قصدي لكن انه يعني بينطلق في الحياه بيكون حياته انت الحين متزوج ولا لا؟ انا توني لا لا متزوج انا لا توني ما بعد ما تزوجت؟ لا لا صحيح ترى يمكن يكون قلت ما تزوج يمكن طلاق ولا شيء. انت متزوج ولا لا؟ لا لا متزوج. ابو زوجتكم هم موجودين ولا؟ الله يغفر لهم ويرحمهم. ماتوا. لكن ادركتهم.
إيه. وشلون صلتك بهم؟ صلة الولد بوالديه. هذا 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 شوف. يقول واحد إنه مصري. من المشايخ كان زميل في الدراسة وهذا صار شيخ وذاك عام يعلمه هذا. في يوم من الأيام عزم الشيخ. وكان الشيخ عنده حكمة ونكتة. خلطها ترى حلوة. إخواننا الزمن خير المصريين ما شاء الله. الله أكبر. ويوم جاء قدم له عصير. ويوم عطاه عصير ويشرب العصير بنفس واحد مرة واحدة. إيه. قال لا توصي حريص. قال عاد رفيقه. عزكبرد هي كاسة. الشيخ أنتوا بتقولون إن السنة إن الواحد يتنفس ثلاث مرات ما بين. قال هذا النفس الأول. باقي كاسين. باقي كاسين. باقي كاسين. كنا يبي زيادة. قال له كم عندك أنت من الأولاد ذرية؟ قال عندي ولدين ذكرين. أربع بنات الله يصلحهم أربعة أولاد أربعة ذكور ما شاء الله قال لا ذكرين وأربع بنات الله يوفقهم أربعة ذكور والله نعمة يا أخوي كان تسمع لا ما تسمع قال لا أسمع قال أربع بنات قال أنا عارف البنات ذولا هم اللي بيجوا من الرجاجة أما أولادك بيروحوا مع بنات الناس عكسها هذا ما ترى حول معقول نشوف الحين واحد خاصة صارت المعزبة غالية خلاص هو يتسابقون عشان الصورة تصير بس محاول التوازن يا ابو صالح انت عارف مطلوب التوازن مطلوب لان من برك باهل زوجتك هذا شيء مطلب لكن برضه الام وش ذنب الام اللي ربت وش ذنب الاب اللي صرف وتعب انك يوم تتزوج بعض البنات يقربون وبعضهم يبعدون انت الان في الزواج عندك بنت خذها فلان من الناس هل هو قريب حولك ممكن انه يصد بها منه ولا منه يمر ستة شهور يمكن يمر السنة يا الله البنت دي تشوفها هلها ويا الله يا الله انت عارف ظروف الحياة وبعد الاماكن والمواقع لكن لما يكون عندك في الحي او قريبين منك في الرياض بصفة عامة او في الطائف او وحواليك يعني ان شاء الله يكون تكون فيها تواصل يعني كل شهر كل خميس او كل جمعة هو بعضهم طال عمرك شوف اذا تزوج يربط الدوريات باهل زوجته والمناسبات بأهل زوجته وكل يوم اثنين عند أهل زوجته كل خميس عند أهل زوجته خلاص هو يعتبر مقرر لهم يقيد نفسه انت قيد لهم يوم ننسبه جزاه الله خير هذا يعتبر صح من حسن العشرة يعني لا الخالة وخالتة لهم حق بس ننسبه هذا قرر لهم يوم يعني خلال أسبوع أو خلال 15 يوم يعني على استطاعة أسبوع أحس أنها ما تقدر تضبطها أسبوع تصير مكلفة شوي أسبوع هذه الصلاة بس ما في خلاف ما في التكليف ارتباط ليوم كامل يعني مثلا إيه يعني أنا أجيب زوجتي ووديها لأهلها يوم في الأسبوع يوم في الأسبوع يعني فرضا عندها أختين ثلاثة كل يوم زوجات ويجتمعون عند أهلهم ما أقدر أفرق ذي عنهم يعني يجتمعون خلاص يجتمعون هذه صارت من العادات الحين الاجتماعية وهذا كويس يعني يدل على الترابط الاجتماعي يشوفون بعضهم بعض خلاص هذه جاية عند أمها أو عندها لها وعند أبوها جايب الخوات متجمعات يوم خوات متجمعات دي جايبت معها شيء ودي جايبت معها مصلحة شيء يعني بس ما قدرت اليوم ذا وديها الاثنين ما تقول أنت حرمتني من أهلي وما تخليني أشوفهم كلش بظروفها معروف حتى هي برضو بتقدر بتحس إذا أنها المرأة جيدة تقدر ظروف زوجها حتى بترفع يمكن التلفون على أهلها والله ترى ما يقدر نجي الوضع كذا 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 عندنا ضيوف زوجي عنده ضيوف ما أقدر أجي عندنا مشوار مهم عندنا مراجعة مستشفى لا قدر الله اختبارات في اختبارات ما اقدر اجي ابو فزاع الله خير العادلين ابو فزاع يظن انها تخليها عليه عادة دائما اين اقول ايش اذا صارت عادة كل يوم اثنين ممكن تكون متعبة على الزوج متعب. اول شيء بيكون وسط دوام مدارس بتكون طعامك العالم ذي ما هم بيحطون وسط الاسبوع لا على اهل الزوج ولا اهل الزوج هذه كلها تقاها الاجتماعات الأسرية دي كلها آخر الأسبوع يا مثل ما يقولون الآن اللي هو الخميس ترى نهار الخميس يتعيجون يجتمعون ويتعشون ولا جت الساعة 12 على حسب كل انت توكل على الله أو قالوا يوم الجمعة والغالب ترى الزوج ما هو بيقعد ذا كله اي لا يجي بعد المغرب يتقهوى معاه يسلم عليهم يجي يدنز على راس خالته خاله فنجان قهوه وشاي وسلام عليكم وبنتكم وعيالكم وعندكم انا عندي قناعه متى بجي اجي الساعه الفلانيه سلام انا عندي قناعه ان السعاده ما هو طريقها واحد
كل انسان طول عمرك يعيش حياته بحسب الطريق اللي يراه مناسب. اي ما يخالف ما يقدر اللي يقدر عليه ما يخالف. فيه ناس إن الان يعتبرونها بعض الشباب ان شاء الله ما يقول كلهم انه يعتبر هاليوم متنفس له فرصه يجي طال عمرك يحطها عند اهلها ويروح طال عمرك وذاب من الشماغ فيها الاستراحه ويلا الين اقصى اليوم. هذا والديه واهله كله. طيب وش يسوي؟ طيب وش يسوي؟ هو الحين يحطها يعني وين يروح طيب؟ هو الحين عند اهله مبسوط. هو يروح ما يقول لك لا ما يمنع. هو ينبسط. احنا نروح. هو يروح هو بس يقول لا انت تشرع علينا يخليه متنفس هاليوم. لا طول الايام. ان جالس ان الان ما هو عند اهلهم ولا شيء في بيته يجيك من الدوام. اكل له لقمه، نام، قام صلاه المغرب، اخذ له فنجان قهوه وشاهي، سرح على هالاستراحات. ويلا الين جك الساعه 12 وحده، الى جت الساعه 12 وحده لا جاير عادي بيرقد هو والمراه بينها اربعه هالحيطان. لكن يعتبر هاليوم متنفس لها مسكينه تروح لها لها. والله ما اشوف الاستراحات الغير منضبطه في الوقت والله دمرت البيت. يعني صار الرجل الان من الدوام على البيت يتغدى ويروح الاستراحه. مشكله. كان في مباراه كان في شيء مباراه ما مباراه ولم لا لامه اخوياه عشره جايبين عشاهم وجايبين لكن المراه وبزران والله بتقهم بعضهم ما يدري يعني مهمل بيته. مهمل بيته ما يدري عن الوضع وش اللي في البيت. يا اخي اهله ما لهم حق والديهم ما لهم لا يقول بروح حتى لخال حتى عم حتى عمه ما في تواصل ما يدري عنهم. والله شوف التوازن والاعتدال مطلوب. انا مره كلمتني حرمه تشكي من زوجها تقول زوجي والله متعبني ايش فيه؟ قالت 24 ساعه مقابلني قابلها ما اقدر اروح الجيران جاراتي يجتمعون ما اقدر اروح لهم. وش ذا متقاعد ذا؟ لا والله تقول من الدوام للبيت ولا يتعدى. استحلم يدورون قالت لا والله ما هو بكذا حد الجلوس زايد تقول ما يتعدى ابدا 24 ساعه وجه وجه حد عاد انك بتجلس حتى انت يا رجال ما يروح تقول ابدا يروح يصلي ويعود لا يروح يزور احد ولا بعض الرجال تلقاه عزالي يعني هذا نادر نادر يعني وما ندر تقول انا من البيت عزالي وما ندر من الناس اللي بروح فيه بروح لجاراتي بروح يجيني احد عليكم السلام ورحمه الله ما شاء الله لا وجهك زاين ما شاء الله لا زاين ولا بالنادي الرجال عساكم خير يا شيخ ما شاء الله خير مش الدنيا وش هالطير وش هالطير وش هلا اخي يلا حيف وشلونك طيب؟ عساك طيب عساك لا بشرك ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا وغلا مرحبا الله بخير حلو صالح الله يسلمه يا عمي عساك طيب عساك بخير يلا مسيح وين العطور وش الدنيا لا اله الا الله اذكر الله يذكركم انت السنه ذي مختلف لا والله 180 درجه لحول شلونكم طال عمرك؟ الى خير ان شاء الله صبحكم الله بخير ما شاء الله الخير شلونكم عساكم طيبين؟ عساكم بخير اليوم المكان حتى المكان تغير تغير ما تغير شيء لا والله تغير وش يسوي؟ لا تغير ابدا لا هو لا والله الى خير ان شاء الله عيونك زانت لا هين الحين خلاص تعدلت ابشرك شلونكم انتم؟ الله يعافيك عساكم طيبين شلون راسك؟ لا شو ابشرك وش رايك ابو صالح عقب ابشرك نعمه الله ما تنجحت ام ابو سيف والله والله ابو سيف انا اشوف يعني حاجة فيها حقيقة اني لا اله الا الله يا ابو صالح الله يرحم من جابت ابوك لا اله الا الله الله امهاتكم قولوا امين الله لا يمرك امين امين يقول عيني زبطت ما شاء الله صليت الفجر لو ما حصل لهذه اكبر نعمة الحمد لله والله اكبر صليت الفجر طال عمرك وبتلت بس تخابر زحمة العسكر عاد وين بتلت؟ من جهة الحرس الوطني عندنا ومن جهة يوم جينا جايين لا والله الفوج ماشي سيارات كل ساعة مرت علي سيارة كل ساعة انت جيت مع خلاص؟ مع خليص هي خلاص في سيارة في النهار ما شاء الله خطين الآن لا لا أحسن أحسن من الأول في باقي وصلها الظهر شوي سيلتين خفيفة بس شو لكن شو في النهار ما عليك وقريب أقرب من الخط السريع للحساء اي الحساء مع خلاص لا بالله لا وسع صدر ايوه بس انه في الليل يخاف واحد من الإبل أحيانا لا من قالوا لهم طالما شدوا عليهم على الإبل والابل طال عمرك هولت خلاص اجى ذا الليل وامست ما في حاجز ولا ما بعد ما في حاجز لا ما في حاجز بس الابل ما هي على كيفك تروح احيانا ولا راعيها يفقدها وما يدري سارحه سارحه طف طف
وبعدين يقول شفت لي ناقه قدامي بالخط ما فيها الشبك هذا، الشبك هذا الحقيقه انه مريح وفيه غير أيوة رب العالمين. يقول قدامي يقول والله ماشي الرجل ما خف السرعه بالحيل، يقول بعيد عن الخط، يقول والله قلت خلاص هذه تبي تشوف السياره تبي تجنب، يقول ما دريت الا هي وصلت. السلام. ما شاء الله تبارك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا سيف مرحبا والله ما عرفتكم تو اسال عنكم. عساكم طيبين عساكم بخير عبد الله اجركم يخويكم راح مسيكي الله يوفقك ان شاء الله. هذه الدنيا هلا طيب سلمون عليك الربع كل مره كل واحد يقول يسلم عليك. وعليكم السلام حياك الله. اقول اذا لو واجب لكم والعيال يتابعونكم وكلكم حياكم الله وشكرا لحوالكم. الله يسلم عزك الله يا اخي. الله يسلمك يا اخي. الله يسلمك يا اخي. الله يسلمك والله اخي. الله يسلمك يا اخي. الله يسلمك يا اخي. الله يا هلا عزك الله يا حياكم الله. كيف حالكم؟ الله يسلمك حالكم ان شاء الله. شلون الزباله طيبين ان شاء الله؟ الحمد لله. كيف الحال ان شاء الله؟ بخير تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. هو تبارك معليش قاطعناكم. لا ما عندنا الحمد لله حنا اللي يقول جو مريح. الله يسعدكم ان شاء الله. يا مرحبا حياكم الله. ابو سيف الحمد لله السلامه. ابو سيف جيت تنايم سام بخير سلامة سلمك يبقيك ويرحم والديك. شلونك طيب؟ بخير جعلك طيب. حط الناقة يا ابو. ها الناقة شافها واحدهم يمشي مع الخط وقال هذه مثل السيارة اللي بعيد يلا بتلف. اي مثل السيارة اللي يقديها راعيها. واقفت يقول ما هي بعيدا عن الخط. يقول والله اني مسرع. قال يوم اقبلت عليها قال له والله الناقة ودها تمشي يم الزفت. يقول وانا اوقف امشي شوي شوي. قال يوم وزنت قال له والله جتني. قال خلاص انا الحمد لله لاني صادمها ولا شيء. قالوا تجي وهي اللي تصدمني. قال هي اللي صدمتني ابن حظ. هي اللي صدمتني والله. هذا سبحان الله العظيم بعض المرات تمشي بدون يدك مسيوق. يقول والله انا هي اللي صدمتني وانا واقف. قالوا يفكني الله. قالوا هي تسلم. هي تراها اول شافت السيارات هجت. حين تجي للسياره. لكن يوم صاروا يطعمونها من السياره. اي نعم حبت السياره. صارت تشات السياره تجمعت عليها. ابد تجمع عليها سبحان الله. شفت لي مقطع مره انا انتم دخلتوا في البل. عشان بس لو كنت دخلت عليك مره شفت لي مقطع كيف حوادث الناقه اذا جاتك معترضه كذا وانت بالسياره كذا هذه اسهل شيء. لكن المصيبه اذا جاتك معطيتك وجهها ما تميزها لانك ما تشوفها لانها ضيقه كذا كانها سوداء ما تشوف. لكن اذا كانت معترضه اعطيتها الكشاف تشوف الظل وتشوف كذا والسياره لكن اذا جاتك كذا على الوجه هذه المصيبه. السياره الصارده اللي ضربتها عودت عليك. المهم خذ حذرك بس. هي مرتفعه مرتفعه شو التريات لا ضربتها راحت ورا لكن تعود عليك وعلى الغماره على طول. ابد تمسحها بس. اخطر سيارات الدينات. الدينه لان بطن الناقه على وجه السواق. لا عن القزازه قريبه عند السواق. وما في كبوت. ما في كبوت ما في شيء على طول. انا مرت من المرات طال عمرك طال انكشته. مع العيل. تسلم. راي كشتات. اي والله وطلعنا طال عمرك رايح هنا العقير. اصبر لي دقيقه بس. سام كل شيء يضحك. يضحك لا اليوم ما تضحك طعمك ان شاء الله. يا سلام جزاك الله خير رحم الله والديك. شقك لي عدل عقالك. ابد تخطب ويجوزونك ما دام عدل عقالك زين يا ابن الحمول سام يا ابن حلال. اي المهم طال عمرك واطلع طلع لي خلاص انا والله الشمس وجهي. اسلم قبل الغروب بشوي قبل وانت عاد الشوف ما شاء الله. وانا عاد الشوف انت خابر مرتم منه ومرتم منه ذيك الايام. شوف شوف بساتين. وابتل بالسياره عندي الباخره هذيك البوكس. والعيال يضحكون توهم صغار شوي. وابتل يوم وعيت ولا والله ذا القطيع من الابل قاطع الخط انت خابر رادين. لا اله الا الله وانا مستن. ترى لو ضربت بوري بعد مشكله. ما لا 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 تضرب لا 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 ضربت بوري جاء مشكله. لا تضرب فرت مثل الجنود. بعض الابل طال عمرك لا جات تمشي تقول كانهم يسالفون. انت خابر؟ صادق والله اني صادق. راحت 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 كذا شيء ملاحظ. اي الصغار تعدت. الصغار تعدت مو طال عمرك المخاتير تمشون شوي شوي يوم طال عمرك لا والله الخط انفتح لا الامهات ورا
والعيال راحوا. تدخل بينهم؟ وادخل بينهم. يا سلام. والله العظيم اني حمدت الله يوم اني طلع يوم اني طلعت قلت ما اقول حق العيال قلت والله ما عليكم ذي طال عمرك الامهات قاعدين يتمشون شوي شوي يسولفون هم العيال رايح لهم ومخليه بالزنا قدام. ترى تحداك يا ابو سيف سام امك باري ترى تحداك ما صرت شاطرا. لا والله لا والله المنجي الله سبحانه وتعالى. والله والله سرب يعلمنا واحد من الاخوان يقول سنيه قدام تحط الشبوك هذه يقول بالليل وساري شيخ والله ما ادري يا الاخوان ما ادري هو يقول حنا سته او قال ثمانيه قال ما درينا قال هاك الملحة قال على الاسفلت بارك الله فيك كثرنا قال الله يكافي قالوا غافلين قالوا يدخلون من حد رجليها قالوا تنقلب عليهم قال والله انها ماسحتهم كل ابوهم رؤوسهم قال شالت الكبوت والناس غافلين احنا اللي نضيف قال وراح سبحان الله العظيم يا عدنا السيارة صغيرة سيارة صغيرة ودخلت لها الله يستر ضربت رجولها قال هم غافلين قال, قال والله ان مسحت التندة وروس الرجال كل ابوه وراح سبحان الله من دينة رحائل رحل ما في ذلك ذولا عندهم علوم خاصة شوي يا اخوي شركونا معاكم ابو سيف يحب يحب القفشات ابو سيف ابو سيف عنده اسرار ابو سيف ايه. الله يحقق له ما يتمنى من الخير من وياكم عطنا سرك الله في خير ان شاء الله امين سم وش تتمنى يا ابو سيف ما شاء الله وش هذا الزين الطيبين يجيبون الطيب اتمنى ان شاء الله هذا الاخ فارس والحلال اهل الحلال يا سلام بكم والله انتم اهل الحلال هذا فارس القحطاني ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله هذا ابو صالح الشيخ علي هذا فارس القحطاني هذا طيب ما يجيب الا طيب تبارك الله ما تشوفني عظمت له الاجر يوم راح الرجال اي والله حق سخارة قحطان يا الله يذكر كل خير الله يا الله لما الرجال عرفناها وكل ديرته فيه حقها اي نعم اي نعم اجل زرتوه قوعيه في جهه القوعيه حصى بعد صخره قحطان حصى حصى بعد قحطان جيت الصخره حلوه طيبه ما شاء الله واحد الله علمنا عن الوالد الله يغفر له ويرحمه الله يرحمه الله يرحم المسلمين جميعا يقول كان في مكه الملك عبد العزيز الله يغفر له الله يرحمه اذا صلى الفجر هذه من عادته يجلس في المصلى لين تطلع الشمس اكبر موحد والله يذكرون عنه كتاب الادعيه هذا حق مطوع مين الله يغفر له الله يرحمه ما في كهرب ذيك الايام ما هنا شيء ولا في شريجات وكل ما صلى الفجر هدوء قاعد يذكر الله يسمع صوت واحد يصيح هاك كل يوم قال اللي عنده قال شوف ذا اللي يصيح دوروه ذا في السوق انتشروا في السوق خليه اذا شفتوه جيبوه لي في اذا جلست ادنى اي واحد الله يسلمك يبيع له محرم حليب حليب يحرم من البقره ويحطه في جره ايه؟ ويبيع في غضيرات صغار على خمس هلالات عليك ريال ايه الله اكبر ولا جاء الله يسلمك يبغى عشان ينبه الناس يقول حليب طول صوته اللهم صل على الحبيب حليب اللهم صل على الحبيب الله اكبر المهم يوم خذ الله يوم العسكر معه القطو ما هو بيعرف لا يواجه احد ولا بعد واجه احد في حياته من ما ادري الا الملك بين عيونه الملك عبد العزيز يبغاه قال يبغى هنا قاعد الرجال يرقد صار عنده رده فعل اكيد اي والله جابه الله يسلمك وحطه جرته عند الباب ودخل يوم دخله الملك عبد العزيز جالس الله يغفر له ويرحمه الرجال يرتجف يرتبش اي اكيد قال يا ولدي لا تخاف بس انا بسك وانت وش تقول يوم انك ترفع صوتك كل يوم قال والله طول عمر انا عندي بقره بقرة ايه ونحلبها وابيع الحليب الصباح واجمع الدراهم اجيب لها لي اكل واجيب لي البقرة على واقول حليب اللهم صل على الحبيب لا اله عبادته قال الملك عبد العزيز من هو الحبيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد يا ولدي انا روعناك اليوم لكن ابشر بالخير اطلب انا ابوك وش تبي؟ بدل هالروعة أيوة. رحمة الله عليهم قال أطلب قال أطلب أي شيء قال أي شيء قال أي حاجة قال أي حاجة أي قال أبغى بقرة مع بقرتي الله بالله أنه أموره قال قده قال بس قال بس على قده قال واحد قال تعال يا فلان ابدأ قال شوف أنا أبوك روح مع هالرجال هذا روح لسوق البقر البقرة اللي تجوزك قال أبغى هذه وترى ذا الخوي اللي بيروح معك عجل لا ما له مصلحة
بيعدلك ما عليك منه. يبي يخلصك. روح على راحتك اليوم بكره اللي انت تلقى اللي تبغاها وقول ابغى هذه، واذا انا عجلك عود علي. اي والله الله يجزاك خير يطلع. بس هذه ايش؟ منيته بعضنا يمكن الله جعلها في هالبقره الثانيه خير. خير لا ما يدري. اي والله يمكنها راس التجاره. يمكن واحد ما يدري. ليش لا؟ الله يجيب عجول ويبيع وتنامه. ما شاء الله هذا العلانيات كنت ترزقون حليب ولا بل العلانيات كنت ترزقون كذا بيبيع. الله اكبر سبحان الله. وشلونكم يا شباب؟ عساكم طيبين؟ الله يسلمك يا شيخنا. لا اليوم ما شاء الله مصحصحين وطيبين. يا شيخ مشكله والله خل على ربك بس. الحمد لله يلا ربنا يعينكم. والله احنا معكم والعيال معكم والله شوف ترى الواحد اذا ما فوت الا نصلي. الواحد اذا تعود على ان يجعل له النوم ساعات لو خمس ساعات ست ساعات اليوم بس يتعود عليها ترى باذن الله ما عاد يحتاج الجسم له. ولهذا ما ننام الا بعد الهجر. يقوله هو اللي يقول من عود العين المساري تساري من عود العين المنام تنام. الشيخ ابن باز رافل شيخنا الله يرحمه ما ينام في اليوم اكثر من خمس ساعات اربع الى خمس. اكيد انها النوم هذه تذبح الانسان. اي لو كان الساعه هذه دائما ثابته عقب العصر كل عقب عصر ينوم ساعه وفي الليل ينوم من ثلاث ساعات الى ثلاث ساعات ونص الى اربع على حسب. طيب بعد صلاه بعد ما يتجاوز خمس ساعات بعد صلاه العصر. اي نعم. طيب ما هو قالوا انه منهي عن النوم بعد صلاه العصر. ما والله في شيء ما في شيء سبحان الله. الحديث اللي ذكروه موضوع أو أنها بس من نام بعد صلاة العصر فقد عقله فلا نفسه مو بصحيح. اللي شائع أنه بعد صلاة بعد العصر أنها مو بصحي ولا هو بصحيح. أبد والله ما مو بصحيح. هذا الاستفسار. هذا الاستفسار والتصحيح. وترى كبار المسؤولين اللي ما يطلعون إلا العصر. إلا ما في وقت الا ما الا ينوم عقب العصر شوي ما عنده الا هذا وقته ما عنده غيره. انه شوف البدن ما دام انه محتاج النوم ما يضرك النوم لكن لا شك ان افضل نوم هو نوم الليل وخاصه اذا نوم الليل ما يتعوض ما يتعوض ما يتعوض لان في سبحان الله اشياء انزيمات واشياء في البدن ما تعمل الا في الليل سبحان الله. نوم النهار ما يعوضها ابدا وهذا السهر ترى مضر بالبدن ولو بعد حين مو بالان بعد حين. السهر متعب ما منه خير والله يا اخي يتعب الذاكره. والله انا جربت السهر وجربت النوم مبكر يعني بينها بعد من الشمس على الارض سبحان الله العظيم. تنام بدري تقوم مبكر صح مثل واهم شيء صاحبنا اللي يقول نوم بكير تقوم بكير. لا هذا صحيح اذا تقوم تنام مبكر لما يجي اخر الليل اللي الله يوفقه مثلا يقوم ويصلي له ركعتين اربع ركعات اللي الله يامره عليه. وبعض الناس والعياذ بالله بنكر يسهر الليل بدون فائده، عاد لي فائده ما يخالف تجاره اعمال سفر لكن اللي يسهر بدون فائده مثل هل المندزهات الله يهدينا واياهم هالاستراحات قد يكون على بلوت او على شيء محرم رب العالمين ولا من هذا المذن كشدوا مره ما لهم جس تقول الوادم هاي تقول ما فيه وادم انت. والله ايام الاجازات والله ايام الاجازات بعض الشباب ما ينوم الا الساعه 9 الضحى اي ويرقد ولا يقوم الا عقب العشاء لا صلاه الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ثم يقوم عليها لين بكره وش حياتك؟ وش حياتك؟ وش الفائده؟ ضيع راس المال اللي هي الصلاه لا اللي هي الصله بين العبد وربه هذه مصيبه. الكلام اللي يطلع طال عمرك ويسهر الليل كله سمعت على انه بيصلي الفجر ولا جاء الفجر سمعت واذن المذن قال بس دقيقتين انت هو مذن ادخل المسجد ابى اوصل البيت بس دقيقتين وهالدقيقتين لين العشاء عظم الله اجرك فيه وروح. يا اخواني الناس الاولين اهل سبحان الله شقه واهل بركه المهم وقته ما يروح. يذكرون واحد في قديم الزمان شايب وعنده عيال صغيرين وعندهم اكبرهم خلينا نجيب السالفه يمكن ما تطول شوي لكن فيها عبره. المهم الرجال عند والده وكان ما كان يوجد بالجزيره العربيه سياره ولا سياره واحده ما ادري عن الحكومه ولكن جميع المناطق ما فيها شيء. المهم انه جلس مع ابوه وامه وخيين الصغيرين لهم قريه
والشايب كل محتاج شيء راح وتدين وشدينا هذه ياخذ النعجه نعجتين ويدبلها على اهلي دينه وصار الدين يلحق الدين مثل اللي غسل الدم بالدم هذه مصيبه وتراكم عليها الدين الولد الكبير صار فيه خير وصار فيه مرجله وقال يبا احنا من دين بدين ولا منه مثل جانا ديانا يبغى حقه رحنا واخذنا دينه عليه واعطيناه اياه والثاني على ظهورنا وش يسوي؟ يسدد ذي من ذي هذه مشكل قال يسدد هذه من ذي قال وش الحل؟ قال والله يبا ادور لي جمل ولا ادور لي فرس ابى اتعيش عليه ابى اجيب على حطب واعشاب من برا واسقي اهل الحي اهل القريه كان الناس من اول يتليمون وفيه مروه يسمونه مروه يعني حلو اما الباقي قد يكون انه موارد حلال ولا ينشرب لكن يجيب على هالراحله هذا اللي يشتري قام انت يا الشايب واشترى له فرس فرس هزيله وقام الرجال انت يا الشاب ذا يروح برا ويجيب حطب واحيانا يجيب حشايش اعلاف للفرس ويجيب للناس اللي يشترون واحيانا يجيب ماء قرب وروي المهم ان الرجال عير خير هذا ياخذ منه بر وهذا ياخذ منه تمر وهذا ياخذ منه امور قليله ومشت الامور. جاء يوم من الايام يوم ان الله اراد له بس احنا تقهوينا عندك انت وصاحبك. اراد الله يوم ان الله كتب له خير الناس كان فيها قومان وحنشله تعرف الحنشله يا ابو سعد؟ اي الحنشله الاولين الحمد لله على المن ولا ما نجيك ثم حجلتك واخذ حليلك. انت ما لحقت عليه؟ لا والله انا ما لحقت عليهم بنعم من يوم ان طلعنا الله يرحم الملك عبد العزيز وعياله واحفاده لكن نسمع نعم المهم يقول هذا الرجل يجر الفرس لجا واحد مثل عنده عفشه بيشيله من مكان لمكان او مثلا ماي بيوديه بعيد يقول على طول ولا كان يوجد نقود الا الفرنسي الاول يمكن لك لحقت عليه يا ابو الفرنسي الاول كبير كبر الريال العربي مرتين وكانت هي هذا الفرنسي الفرنسي إيه؟ نعم عاد والله ما ادري من اي دول لكن يسمونه فرنسي الريال الفرنسي والله طلع الريال منها يكون فرنسي إيه طلع الريال العربي باخر وقت لكنه قليل ما غطى يقول الرجال يقول كان ابو الحدود افتكر الشماليه يقول وجاه رجل اثر يقول يمشي يقول لها كان رجل قدامه يقول جالس يقول له عنده يقول خيشه مليانه يقول وقربه يقول الشرله قال يوم الشرله قال هو يميل عليه قال يا اخوي الحمد لله كيف يا هلا باه والمشاعر تشابه تبتسم في سمانا مثل الشمس حياكم الله يا مرحبا عبد الله السلام عليكم السلام صباح الخير النور ترى يا اخوي محلكم ما شاء الله رايليات اليوم شخصيات المطبات كلها نجرب السيارات الاماري المطبات الاول الثاني يا مرحبا حيا الله الله يا مرحبا حيا الله يا مرحبا حياكم الله صباحكم الخير هلا شلونك طيب يا مرحبا حياكم الله يا هلا والله يا مرحبا طيبين شرف ونعم والله ونعم والله شرف بار طيبين كيف حالك شلونكم شرف بار طيبين حيا الله من جانا ابقاك الله طول عمرك طيبين احنا الموعد ما بين 9 لين قبل الظهر صح لا الموعد من 9 الصبح ل 9 في الليل ما بنفكك كان في حجره عندك بيرقد فيها واجد والله شلونك طيب الحمد لله اخبارك الله يطول عمرك طبعا هذه القريه ما شاء الله اي نعم هذا المحلات اللي محلات الرعاه اللي يجون يرعون البرامج الهادفه جميل يا هذا السيف جاليري ما شاء الله وهذا المسرح اللي فيه البرايم واللي فيه الفعاليات واللي فيه كل شيء المسابقات اللي يسوونها شلون بدرس طيب من بدر القحطاني اي لا طيب ان شاء الله ابيه عطى كرتي ذا ايش قل لي تصدق هذه حقه الخيمه الله حقه الخيمه هذا اللي هو السيف جاليري اول راعي هنا موجود وهنا مجمع اضواء والاضواء العالمي هذا مستشفى اي يجينا سبحان الله حاله طارئه حاله سريعه ما الحاله تستوجب المستشفى الخارجي يجيبون اسعاف يودون حاله سريعه منكم ولا من برا؟ لا 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 هنا شباب حتى تخدمون على المنطقه اللي حولكم لا تفتح علينا اصحاب الاستراحات الا انتم بخير ان شاء الله هذا طعامك جمعيه دوقه ندخل نشوفها اي تفضل هذا عندهم تفضل شيخ تفضل حياكم الله بسم الله هذا طعمك الجمعية هي راعي البرنامج عندهم وقف اسمه وقف الأب راعي برنامج الراعي الخيري أي وقف الأب الراجحي صح؟ لا أوقاف الراجحي أعمال تطوعية أي صح 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 لكن هذا طعمك وقف الأب
وقفه لب اللي هي منطقه دوقه ترى قريبه من القنفذه تبعد عن مكه 320 كيلو جميل. فهنا جايين طال عمرك ثقه في جمهور القناه صحيح. وثقه في القناه صحيح. فعندهم وقف والحمد لله ان شاء الله اموره طيبه يعني احنا دائما نغرد للاوقاف ذي الحمد لله وقف الاب وغيره اي ما شاء الله تبارك الله اموره طيبه اي والله امورهم ان شاء الله طيبه يا مرحبا حياكم الله تفضل انت اول مره تزورنا نزلت القناه في القريه اول مره اي القريه اول يوم تشرفت فيك والله سعدت بكم وتشرفت هذا هاي بوينت طال عمرك اي القفاري وهاي بوينت إيه؟ هنا غرفه نطعم غرفه الشيبان هذا اول مركزنا للشباب الشيبان إيه السلام عليكم السلام طبعا نسلم ولا بنعدي بنعدي ونجيكم ملزمين إيه. الله يطعمك ان شاء الله هذا طعمك بيت الحكمه هنا اي ان شاء الله وانت الان الحين في ساحه القريه ما شاء الله تبارك الله ميزه القريه يا شيخ ان الشباب يعيشون كانها قريه حقيقيه إيه نشوفكم معهم فلوس إيه. معهم رصيد بس وراكم تخصمون عليهم لازم الخصم الخصم ذا يعني وبعدين هو لا هو في آلية لائحة استلموها قبل يبدأ البرنامج متفقين عليها يا شباب وقعوا اقروا عندكم اعتراض ما عندكم اعتراض وقعوا هذه الآلية اللي موجودة أمامكم خصم طيب يعني من حر مالهم ولا أنتم لا من مالهم الرصيدي الرصيد التراكمي في رصيدين رصيد خفي هذا عند الإدارة ايه السلام عليكم السلام ايه. كمل هذا طعمك شيخ المندي السلام عليكم الله لا يفتننا المندي عاد احنا مسويين الحمية السلام عليكم لا بنجيهم بعد نص ساعة إن شاء الله نفطر عندهم السلام عليكم كيف حالك النشوان مساء الخير طبعا شيخ المندي شيخ برضه راعي البرنامج من سلم عليهم اي تفضل لهم دورتين راعين البرنامج كيف صحتك يا مرحبا كيف صحتك اهلا وسهلا كيف الحال طيب عسى عندكم مندي دايت ما في مندي دايت كيف صحتك الا كان مندي حاشي يا شيخ الفروه ذبيته فروه ها يا مرحبا رميته فروه متابع ترى ابو عبد الله الله يعطيك العافيه عبد الله ما شاء الله تبارك الله يجلسون هنا الشباب يمكنك تشوفهم يجلسون هنا لاحظوا بعض فطورهم طبعا بفلوس زين احنا انا اتسلف منكم ما في مشكله اتسلف من رشوان الله يسلمك الله يعطيك العافيه وهذا طال عمرك خلطه الجنوب قهوه اي قهوه ما شاء الله جميل. خلطه الجنوب طال عمرك عندهم محل ودي تعرفني هم يخلطون خلطه خاصه فيهم. عندهم خلطه خاصه ودي تعرفني عليه انا عندي قهوه اسمها 24 ساعة أي. تخليك ماسك خط عندي خلطة معينة احنا مقهى في لندن لا خلطات خطيرة مشكلة قهوة عربية لا ما اقدر اقول كلش لا قهوة أوروبية طبعا ايطالي مع امريكي ما شاء الله السلام عليكم رحنا مرة قبل عام لندن في مقهى تخبر واحد يروح اماكن محافظة ما يروح عرفت اذا راح هناك ولا بد يعني رحنا مقهى اسمه الجزيرة حق واحد عراقي الله يذكره بخير انا واخوي مقرن بعض الاخوان واصدقائنا هذا المحافظ لقينا الشباب السعودي مطقم برا الخليجيين شيش طبعا برا هذه ميزه في اوروبا السلام عليكم يعطيك العافيه شكرا فهذه ميزه كويسه عندهم انه وشو طبعا ما اقول شيشه كويسه اقول الميزه انه داخل المباني ممنوع تماما ما في امل تدخن داخل المبنى حتى في بيت الرجال يطلع برا تلقى شايب بالليل يدخن سيجاره برا في الشارع ف دخلنا عند هالرجال ذا قلت له يا اخوي وش عندك قال عندي اسبريسو عندي مدري وشو عندي نسكافيه انواع كلها وقهوه عربي قلت له ابي كذا وخلط لي كل شيء في وحده والله العظيم ان طلعت قهوه ما لها جنس حتى قلت له اسميها قهوه نايف قاعد على خشمي اظن مشت أيه؟ ان شاء الله نذوق قهوه نايف هذا طعمك اللي هو ركنهم عندهم خضار وعندهم قهوه عشت وهذا طعمك فندق ريست نايت تبيعون خضار فواكه يعني؟ اي يغذون القريه بالخضار لان عندها مطبخ اصلا وبرضه احنا الاباء يطبخون شوي هذه غرفه الهامور مثل ما تشوف الهامور؟ اي طبعا هذا فندق ريست نايت راعي البرنامج الهامور يا شيخ ادلكم هنا صح؟ في كل شيء موجود في مغطس الهامور خلينا ندخل الغرفه يعني فعلا يرقدون فيها ولا؟ اي يا شيخ يرقد فيها الهامور تفضل ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم السلام كيف حالك؟ هذا ناجل ذا؟ هذا يخدم الهامور اي نعم والله شيء الهامور اللي رصيده عالي على اساس يحث الشباب انه يجمع وانك اذا جمعت يتهنى هنا شوي اي يتهنى كم ساعه؟ لها اسبوع كامل اسبوع هنا اسبوع هامور مثل ما تشوف شاشه وقهوه وسرير وثلاجه اسبوع كثير وجاكوزي ومساج يعني ياخذ راحته هذا جناح عرايش يشوف ورد وقلب وحركات اي غرفه في اي بي خمس نجوم ما شاء الله يعني الفندق يا شيخ قال انا اجيب الغرفه هنا واخلي الناس يخلي الهامور جميل يدلع جميل فيها شويه من الفكره حلوه اي فكره حلوه تفضل حياك تفضل ادي تفضل اجل حفظ الهوامير الهامور الحين اسبوعين اجل عايشين بعز الشباب اي ما شاء الله عليهم يا مرحبا يا ابو عبد الله حياك الله
الله يسلمك. الشباب والله انهم فرحانين لكن بعدهم ترى سهر. سعيد فيكم كلكم. الله يعطيك. لا عادي شلون اجي ممكن وقت ثاني بعد ست شهور. لا ضروري ست شهور. لا ست شهور نخلص. انا احب انا احب كل فتره. ها معنا احنا باقينا 46 يوم. اجي السنه الجايه. لا ان شاء الله اجينا قبل انتهى البرنامج. يقول زر غبه انت زرت حبا. تزرت حبا. لا والله انت محبوب يا شيخ. جزاك الله خير. هذه الهنجر لكن بلف على الاخوان الرائع هنا. ما شاء الله. هذا ما يحتاج تخيل العود. ما شاء الله. معروف. مرحبا. صباح الخير. على عبد الله الشمري ابو مهند مدير التسويق. كيف الحال؟ كيف الحال؟ شلونك؟ طيب على القوه. الله يسلمك. حياكم الله. تفضل. السلام عليكم. مرحبا. هلا وسهلا اخوي الاخ ناصر من اليمن. مرحبا يا اخي. يا مرحبا. حياك. كيف حالك؟ يا مرحبا مليون. طيب. هلا ابو مهند حياك الله. طيبين؟ طيبين؟ شو اخبارك؟ الله يبارك فيك. جميل. الله يقويك. الله يسلمك. طيب. موفقين. سلام. على حساب لا لا اليوم فري. اليوم فري. شفت من الصبح للظهر كل شيء فري. لا والله. ايه حتى الهامور مرة. الله يسلمك. طيب طيب. الله يسلمك. لا وين؟ ايه والله خاب نتأخر على. لا لا ما في مشكلة ما في مشكلة. معنا 10 دقائق إن شاء الله. الله يسلمك. يا مرحبا حياكم الله أبو عبد الله. حياك الله. هذا عدد من العود. أيه. اسمعوا سامعين خلنا نسوي لكم دعاية. ها بارك الله فيك. دهن ايش؟ دهن العود. اي افضل هذا ازين شيء عندكم من افضل عطور. هذا اللي ماشي يعني هذا المطلوب اكثر شيء. ذا ما شاء الله. اشم اشم واطيب شيء عندكم وش؟ والله عندنا شيء كثير يا شيخ. ابو عبد الله. ابو عبد الله. ابو عبد الله ايش قال لك انا؟ ابو عبد الله عاد ارجوك. لا لا ارجوك احنا هنا يا شباب. ابو عبد الله يقول لا تقول الا ابو عبد الله بس. اي بس ذكر هذا احب. عندنا كثير يا شيخ. الله يعطيك العافيه. طبعا احنا عندنا عطور شرقيه وعطور فرنسيه وفي دهون في بخور. والله عمرك الحمد لله معمولات يعني الحمد لله الشركه تتمتع بسمعه قويه. ما شاء الله معروفين. هذا فوق 27 سنه الحمد لله رب العالمين. هذا وراك ما تعطوني نسبه مقابل هالدعايه اللي قاعد تسويها. هو الان ما قاعد يطيبني وقاعد يسوي دعايه. ان شاء الله. الله يطول عمرك. شرف الزياره. طيب الله يبارك. الله يعطيك العافيه. هديه طال عمرك نقدم لك بعد اذنك. تخسرون الناس الحين. لا والله انا مولود عمكم. ما بخساره. ما بخساره. تستاهل كل خير والاخوان ما يقصرون. انت تستاهل طال عمرك. الله يطول عمرك. جيتك شرف. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. شكرا شكرا شكرا. ممكن ناخذ صوره جماعيه يا شباب؟ ابشر. بعد اذنكم. تفضل. تعال. اقدم قدام. اي مثل شمس وسحابه. الله يعطيك العافيه. شكرا. الله يعطيك العافيه. طيب نكمل اللفة يا مهند وناخذ الأغراض عندنا في شكرا البيت. شكرا شكرا. يعطيك العافية. شكرا للإخوان في الإدارة عندكم. شكرا. شكرا. إن شاء الله الطيب الصحيح يوم إن شاء الله نزوركم في محلكم في اليمن محتفلين إن شاء الله بانتصارنا جميعا. الله يعطيك العافية. الله يسعدك. هذا طعمك. أقدامي. أقدامي مر أقدامي وبدأنا نبدأ شيخ الأسد. كم مستكا اندونيسي ما اعرف عاد. ابا خبر. واتس يو سبيك انجلش. ابا خبر. ها ابا خبر. ابا خبر. ايه ابا خبر يعني ابي الخبر. ما لا ابي خبر. كيف حالك؟ ابا خبر. الحمد لله. بقوس بايك. بقوس. بقوس زين. كويس. بقوس الحمد لله. كيف حالك؟ وات ار يو هير ديت مساج فور تشيك ان ذا بادي وات بروبلم. يس كولون ستومك بس راس. اي يحددون يو نو وات what he has from some sickness from between his from his legs. yes eh, from by his legs foot. by his foot. خوينا الانتخابر اللي عنده في املاح والله ايش فيه من اكل اللحم الحاشي والتيوس. اي اللحم الاحمر. يقول هذا ان شاء الله يعالجونه ان شاء الله. maybe you want to train. والله maybe do you have a card or something. هذول لهم منشأ خارج ال إيه عندهم تقريبا كل ستة وسبعة. أوكي. ويلتك وأدرس إن شاء الله أفتر. هذا هذا يعالج عن طريق. أنت عارف أشرح لكم بالإنجليزي. يعالج عن طريق القدم النقاط الضعف ويحركون الدورة الدموية. Do you make for me diet؟ إن شاء الله. إن شاء الله تسدون نفسك لك. طيب أبي بيع كرتون سمحت. إيه ما. Thank you. في كارت؟ لا أفتر أفتر إن شاء الله. Thank you. بزنس كارت. السلام عليكم. يا مرحبا. الحين ترى الموضوع كله راح في جولة. احنا جولة صح؟ اي لا هذا انا همي والله بيت الحكمة والشباب. ابشر والله انا منتظر. ابشر ابشر ابشر. احنا لازم نمر على الشيوخ. شيخ العسل وشيخ المندي. هذا الشيوخ. ها؟ السلام عليكم. يلا حي الاخ. كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ سلام سوداني. ها؟ يلا حي. كيف صحتك؟ الله يسلمك. الحمد لله. يا شيخ صباح الخير. تفضل. يا هلا والله. شيخ العسل مثل ما تشوف هذا عارض منتجاته هنا. يجون الشباب
ولا جونا ضيوف؟ طبيعي ولا شوف طب ايش اسمك؟ مأمون. الحمد لله اسمك مأمون. نعم. وسوداني ما شاء الله انتم معروفين بالامانه. لا ان شاء الله ولا زكيكم على الله، ما فضلكم على باقي الشعوب، ولكن ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. مأمون طبيعي العسل ولا طبيعي؟ عسل طبيعي. طبيعي طبيعي ولا طبيعي طبيعي؟ طبيعي طبيعي. لا ان شاء الله. يعني ما تحطوا له سكر؟ لا ما الان هذا الشيخ العسل مو بحق الشيخ فازق ثامي، لا اللي في مكه. لا لا هذاك شيخ النحالين عبد الله طلب. ايوه نعم. ونعم على كل حال عشان وقت في السودان تكون الوقت صح. انا عشان الوقت شاب بزوقكم بعد ان شاء الله. ما في مشكله بس تزوق العسل. والله ما ابغى اذوق شيء تكفى بس عجل. العسل شوفتك والله مستعجل. الله يعطيك العافيه. وين الكاميرا حقتكم هذه؟ موجوده. يلا اشتروا عند شيخ العسل خلاص. تم المراد. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. عشان الحق الجماعه ايش رايك؟ طيب خير اخي توكلنا على الله. دور يبغى لهم. السلام عليكم الاخوان. ان شاء الله يبغى لهم جوله اوسع صح؟ طيب ولا يحترونا؟ والله احنا منتظرين كان نتجمل فيهم بس نسلم عليهم. دقيقه واحده. يلا يلا. لا ما في دقيقه. طيب دقيقه ونص. فنجانك خله 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 عند ذولي. لا خله خله عند اخوياك. ارتاح. الله يعطيك العافيه. ماشي يا مرحبا عبد الله. وش تسوي؟ الله يحييك. يا مرحبا حياك الله. ما شاء الله تبارك الله. اجل زين اللي عنده مسوي برامج الرياضي يمشي عندكم صح؟ وي هنا اصلا في نادي هنا. عندكم اثنين من الزملاء طبعا السمان. إيه واحد موجود جوا. هذا نادي. ورا ما يمشوا هنا. ذكاء الغذاء هذا نادي يجون فيه العمال والشباب. ذكاء الغذاء الاخ الدكتور رضا العواد. الله نعم. وهذا مسجد القرية. انا عاد رفيقي ومقسم بحقه. أيه. على مسجد القرية وهنا ركن القصيم حلوية مر ذولي. اي مر نسلم. القصيم لهم مكانة خاصة يستاهلون والله في نفوس الجميع طبعا. احنا لنا الشمال والجنوب والغرب والشرق كلهم نحبنا واللي موجود في كلهم اهلنا. وهذا اللي موجود في المحل السودان يعني اجتمع النور على نور. اي بالله. السلام عليكم. السلام. صباح الخير. كيف صحتك؟ السلام عليكم. تمام الله يسلمك. لا سلام فداي. كيف الحال؟ كيف حالك؟ عمرك كيف صحتك؟ اسمك؟ محمد الهادي الجازي. ونعم السلام عليكم. كيف الحال؟ تمام ان شاء الله. كيف العافيه؟ ان شاء الله. السلام عليكم. شفت يا راعي القصيم؟ عندهم كليجه. اليوم امس اقول كنا جاي من المطار قلت اخذ لك كليجه كذا بالفندق قلت اخذ لك شو اسمه؟ كروسون كليجه. رجال من القصيم؟ اي نعم والله. اغناك الله. اما انا بعد ما نقص صار 30 كيلو كلمني. ما يضر. لا لا ما اقدر كل يوم اوف اوف نتسلف حق الاسبوع الجاي. هذا وصى عليها الدكتور. والله اذا نحفنا ان شاء الله. تفضل. حلو. يعطيك العافيه. الله يحفظك. يا مرحبا حياكم الله. شكرا. نحاول نسوي تحكم. والله ما تقدر يا شيخ. الحين بعض الاجواء ينزل ايام هذا الاجواء برد زي كذا جو الطلعات وجو المخيمات. فيك طيب هنا ترى. لا يمين هنا كلك طيب. وش تسوي تخيل كلك طيب. يا مرحبا. يمين لا على طول بدنا نروح يمين. يا مرحبا. ما شاء الله تبارك الله. توقعت القريه كذا؟ لا بالله ما شاء الله. هذه يكون ترى يشوفوها شو اسمه حق الاثار. اي والله في مركز حق تبع السياحه الاثار عندهم طبعا احيانا يدرجون مناطق لائحه. هي الفكره قائمه بس هي مشكلتها انك لازم يكون فيها تنسيق مع الهيئه، تنسيق مع السياحه، تنسيق مع الشرطه، تنسيق اكثر من جهه لازم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. شكرا شكرا. السلام عليكم. احنا الان برنامجنا بنروح نجلس شوي عند الاباء ينتظروننا ثم بعدين نجلس عند الاباء. اي لا احنا ما نقول شيباء نقول اباء. ابائنا. اي اباء صحيح. الطف شوي. اي نعم. شباب عساه طيب. بخير ابشرك الحمد لله. الحمد لله. يتابعنا ولا مشغول الوالد؟ الله يطول عمره. الوالد الله يحفظها من كل خير قريب. الله بس هو سلام. يحرص على الله يطول عمرها دروس يعني الامور العلميه كتاب الله اكثر ما شاء الله الامور العلميه جزاه الله تبارك الله. ولكن ان شاء الله انه صبر يعني اكيد انه حياك الله من كل خير قريب الله يطول عمره. الله نتمنى للجميع الخير ان شاء الله. اي والله كلكم ابناء وطن ما يحتاج والله من عروسنا. انتم 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 انتم, أنتم من السلام عليكم القنوات اللي حقيقه ينبغي ان تدعم لانها فعلا تعزز مبادئ تواجدك عظيمة. تواجدك هنا اكبر دعم وبدنا احنا هذا واجبنا وفي واجبنا امام الله سبحانه وتعالى. الله يسلمك. تفضل حياك الله. ابقاك الله. السلام عليكم. السلام مرحوم. ابقاك الله. البقى معذره ترى الوقت من 9 لين قبل الظهر في ذا المجال. هذا السلام عليكم اخوي. يلا حياك فارس القحطاني اخوك نايف ممدوح. ونعم هيثم الملحاني حي على الصوت الجميل.
كيف حالك؟ الله يعافيك. طيب الله يصحتك. شكرا. نحف. السلام عليكم. اهلا اهلا شيخ علي المري. الله يشفيك. مساك بخير. انا اجيكم. انتم بعد اباء. شيبان اهلا وسهلا. شكرا. صحتكم. طيب الله يقويك. نستفيد دائما من نصائحك بالذات عن الصلاة. السلام عليكم. السلام. هلا والله. هلا هلا. حياك الله. هلا والله. نعم ونعم صالح حبك الله. الله الله الله. كيف صحتك؟ طيب شارك الله فيك. سلمك. يا مرحبا حياكم الله. حياك الله. استريح عبد الله. استريح. استريح. استريح عبد الله. استريح. سلام. ما شاء الله. عسى مو محل أحد. لا بدل ما هو محل أحد. الله يسلمك. لا هني زين يقول يحبون يحطون بالاجداء والنار احنا اسماء مدفين الحمد لله. سريع ابو عبد الله. الله يسلمك. يا مرحبا ابو عبد الله باسمي واسم الجميع. الله يسلمك. الاداره والاعداد والمتسابقين نرحب فيكم نقول حياك الله في بيت الحكمه وانت كلك حكمه باذن الله. الله يرحم الحال. يا مرحبا حياك الله. حياك الله. كيف حال شيخ؟ مساكم بخير. شلونكم؟ مشتاقين. الله يطول عمرك. حنا لا اذا كانتم مقصرين محلقين. خير ابشرك الحمد لله. صبحكم بخير جميعا. الله يطول عمرك. عساك طيب. ما شاء الله بخير ابشرك الحمد لله. بشروا عن احوالكم وعيالكم. بنعمه ابشرك الله الحمد لله. الامور عدله ان شاء الله. بنعمه الحمد لله. يا اهل هذا الحمى جودوا لنا بالرضا يا سادتي جودوا إني أبيت أغني باسمكم طربا ومن فمي لقوافي الشعر تجديد تركتموني فيكم بلبلا غردا أشدو بألحانكم عند التغاريد يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال واختم اللحن بالصلاة على الهادي نبي ما له أبدا نديد صلوا عليه. مرحبا ألف. صح رسالك. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. أبو عبد الله كان حريص أن يوصل الساعة 9:30 ولكن اللوكيشن واللخبطة فحصل تأخير لا إرادي يعني. اليوم راليات يا شيخ. والله الجماعة حاضرين نمشي بالطريق تهنا عند مدخل المنطقة العمارية والقرية في أقصاها تقريبا فقلت للجماعة بشغل الرادار قلت شو رادارة قلت الحاسة الحمد لله فضلت على عندي حاسة حاسة 600 ما هو بالسادسة الحمد لله وفي درب اليسار درب اليمين واروح مع اليمين الحمد لله ونبتل والحمد لله يوم توجهنا كلمونا الاخوان جزاهم الله خير في الاعداد الاخ نايف والحمد لله على الوصف جينا الحمد لله ولكن السلام. مطبات قال المطب قلت وين المطب؟ عقب ما كليناه المطبات اثنين والله يا اخوي لو تكسبون اجر انا اجيب بكره بويه واحط لك احط علامات على فسفوريه لكم اجر الله فيها بالذات في الليل ها؟ هو يمكن مطبين والله انه الحمد لله الله يسلم اغناك الله يا مرحبا ابو عبد الله ابقاك الله وطبعا الموعد الجماعه انا اعتذر طبعا من الاخوه الجميع طبعا لكم انتم اولا لكم انتم في البيت وانتم في البرنامج على فالكم ان شاء الله ما شاء الله كذلك الاخوه المشاهدين الكرام ومشاهدي الكريمات وجميع الجمهور بدايه الله يحفظهم جميعا ويوفقهم البرنامج معقود من 9 احنا ما تاخرنا
لا بالمطعم من تسع البرنامج الى قبل الظهر وجهك ابيض انتم انت هذا برنامجكم احنا ضيوف مسائر يا مرحبا يعني ها شوي ضيوف ساعه ما احنا مثقله ونص ساعه والاخوان ودهم لك هل الظهر لكني والله ما اقدر عندي ارتباط هم ودهم اكثر وقت معك الله يطول عمرك وانا والله اللي استفيد واسعد بكم جميعا تاجين على روسنا يا ابو عمر استغفر الله لا لا والاخوان يعلم الله احنا عيالكم يا شيخ ونحبكم في الله احبكم في مجله طول عمرك احنا والله نستفيد منكم جدا ولا تظنون والله ان الكلام اللي تقولونه ما شاء الله انتم هنا يعني انا وانتم الان بين اربعه جدران في هالمجلس الطيب المبارك بيت الحكمه الله يبارك ولكن وطبعا بدايه كذلك الكلام للجميع لبيت الحكمه وجميع برامج وفقرات بدايه سواء نزل رصيدك او سلفني رصيدك لا زيد زي واحد مره قال لي اول ما طلع سيلفي انا ما اعرف سيلفي الصور ذي قال لي ابي سيلفي مد جواله انا فهمت اللي بيصور قلت له خليه تسلفني ولا سلفك ف الحقيقه انتم بين يعني مكان مغلق في القريه ما تدرون وش تاثير الكلمه اللي انتم قاعد تقولونها الكلام الخير وما شاء الله كل ما نشوفه ان شاء الله خير يعني فوائد حكم كلمات سبحان الله كلمه واحده قد يقولها انسان ما يعني يظن انها حقيقه لها مردود او مفعول في نفوس الناس تصل سبحان الله موصل عجيب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون شيخ عاد الشيخ علي اخونا الكبير استاذنا ما تجرى عليه ولكن وابائنا بعد شيباننا ولكن من باب استفادة للجميع الله يحفظكم الله النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون يقول رب كلمة يقولها الرجل وفي رواية أحدكم ما يظن أن تبلغ ما بلغت من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يرفعه الله بها في الجنة درجات وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه كلمة طيبة يعني والكلمة السيئة رب كلمة يقولها الرجل من سخط الله ما يتبين فيها أو ما يلقي لها بال يعني ما كان يظن أنها خطيرة وتغضب الله وتصل بها المواصيل يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه وقال في رواية ثانية يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب فالكلمة أمانة حقيقة ومسؤولية أكيد وأنا دخلت عرض بالبداية على طول لا ما دخلت أنت المقدم لا أبد أبو عبد الله ترى الأمانة عشان الجميع يكون في الصورة الجميع فرحان بحضورك استغفر الله واللي ما يعرف الجميع زعلانين مننا يقولون ليش انا ترى العاده ما اجيهم الا حول 11 بس اليوم داخل زين الحمد لله بكر زين الموت على الجماعه رحمه انا بعض الاخوان في ذا يراسلون على الجوال قلت بشروا عسى ما تاخرت عليهم ما عندي تلفزيون في السياره قالوا لا بشرك في واحد انت هو داخل قلت اشوى لا ابو عبد الله من اول ما نسقنا معك كان مرحب وطلب طلبات من الطلبات اللي طلبها اول شيء قال خليني بكون خليني اكشف الاوراق طلب قال انا بجلس حيث ما ينتهي فيه المجلس لا احد يقوم والله اني قال لا احد يقوم قلت يا ابن الحلال ان هذولي تستاهل الاحترام والتقدير وانت بتدخل مجلس وتشوف الامر الثاني قال لا احد يقول لي الا ابو عبد الله وقال بمر على الزملاء اللي هم المحلات وقلنا بندعمهم وعلى قول نشاركهم وعنده كلمه بسيطه ودي اتكلم عن حفظ اللسان او عندكم حواركم مفتوح ودنا حوار انت ضيفنا يا ابو عبد الله الله يسلمك طعمرك يسلمك على طاعتك والمجال لك خير يحفظك ابدا دام الشيخ موجود ما نحكي لا 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 جاك تسلم لنا جايين نستبي نطلع طلع لا يفتهم مالك في المدينه ها الله يسلمك ايش لدنا جاك تسلم عاد الشيخ من عندك الله يحكي عندك الله يحكي يدك الشيخ علي جزاه الله خير من ممن سبقونا في العلم والسن جزاه الله خير الشيخ علي جزاه الله خير من طلاب الشيخ بن باز الله يغفر له سبقنا في الدراسة عند الشيخ الله يغفر له وحنا بعدين تبعناهم بالأخير تزاملتوا يا شيخ؟ لا والله أظن ما تعدانا الشيخ من الجيل اللي ما بدي أكبرك نشرف الله يسلمك نكون زملائك الله يكفينا المورد واحد الحمد لله الله يغفر للشيخ الشيخ عبد الجزم باز رحمه الله اللهم اللهم جميع علمائنا فموضوع اللقاء اليوم حق استثمار اللسان طبعا اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حقيقة أنا قلت وش ذا تفضل أنا قلت لا هذه السماعة الداخلية أنا قلت لأخوي نواف جزاه الله خير فواز آسف أخوي فواز للي ولد المسافر اسمه نواف بالي معه سامحني الأخ فواز جزاه الله خير
على موضوع انه في طريقه ودي ابتكرها شوي في تسمحوا لي؟ تفضل ادخل لكم شيء جديد اليوم مره مجلس لك في اداره الحلقه طبعا هو المدير مو انا ما في شك ولكن انا بقترح عليكم موضوع كل واحد منكم يحكيبه ماشي؟ انا ما راح احكي شوف انا الضيف الان بسكت الان والراس بعطيكم مقدمه الموضوع فتح الخط وانتم تحكوا تحكون بكلكم بعدين ندردش مع بعض فيه ان شاء الله اللي هو مثلا استثمار اللسان في طاعة الله الآن أنتم عندكم زد رصيدك وعندكم كل واحد مننا يناظر أموره كلها المالية وأمور إدارية في بيته صح ولا لا والله تعالى يقول لتعلم عدد السنين والحساب الإنسان في هذه الدنيا يحتاج أن يستثمر كل دقيقة من حياته فيما يعود عليه بالنفع عند الله عز وجل واللسان هذا سبحان الله هو أعظم مدافع عنك وأعظم عدو لك الله أكبر بعد قلبك لأنه النفس هي سبحان الله في نفس أمارة بالسوء نفس لوامة نفسك الأولى سبحان الله هي التي تؤتى أنت من قبلها هي التي بعد كذا تتحرك الجوارح الأخرى بعد القلب طبعا تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وها يعني وإذا فسد سائر الجسد وهي ألا وهي القلب وكما قال النبي صلى الله اللسان سبحان الله هذا هو الذي تدخل به أنت الدنيا بالإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي التي كذلك تمضي في حياتك علاقاتك الشخصية مع والديك أولا مع ربك سبحانه وتعالى في ذكره وشكره وحساباته وتلاوة كتابه عز وجل الأشياء اللي يحبها الله تعالى من الأخلاق القولية في التعاملات مع الوالدين مع الجيران مع الأهل مع الأرحام مع العلماء مع العامة مع الناس مع العدو مع الحبيب اللسان سبحان الله ولذلك شيخنا الشيخ محمد الله يغفر له بن عثيمين له كلام جميل في هذا يقول سبحان الله الحرب تبدأ باللسان قبل السنان بلا شك الله أكبر شوف أي خلاف بين أي ناس يبدأ سبحان الله بهذا اللسان الصغير اللي الإنسان يتحكم بحق التحكم بذات عا نجا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك لمن قال له معاذ لما قال أوصني نعم يا رسول الله نعم قال أمسك عليك هذا وأخذ بلسانه أو كف عنك هذا أو عليك بهذا قال أو نحن مؤاخذون بما يقول يا رسول الله قال ويحك أو قال ثكرتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنت والله تعالى قال أحصاه الله ونسوه الكلمة سبحان الله تخرج الإنسان ما يدري عنها ها؟ في أي ميزان كتبت ولذلك إذا الإنسان حكم قبل أن يطلق هذا اللسان حكم عقله حكم قلبه حكم ما تعلمه لأنه حقيقة وش فائدة التعليم اللي نتعلمه حنا في المدارس وفي الجامعات أو في بيوتنا عند والدينا أو في المساجد والخطب الجماع والقرآن نسمعه ونتلوه إذا ما كان الإنسان يتخلق بهذه الأخلاق الكريمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا المجال أنا أودي الآن أطرح طبعا الشيخ أول كيف ممكن الإنسان يستثمر رسالة في طاعة الله عندك كم دقيقة تبي أبا خيرك ما يبقى لك لا ما نطول الله يبارك فيك هو بالنسبة للسان وتكلم الله يبارك فيه الأمير عن اللسان وعن خطره وعن استثماره أيضا اللسان هو صغير في الحجم لكنه كبير في الضرر إما أن يضر الإنسان وإما أن ينفعه وما من يوم يصبح العبد إلا والجوارح تقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وهذا يرجع بلا شك إلى القلب ثم إلى اللسان لأن اللسان هو أداة وهذه الأداة هي التي تخرج ما في القلب من خير ومن شر ولهذا قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول إن بعض الناس أحيانا ما تعرف شو وراه حتى يتكلم إما بخير وإما بشر لكن الكلام إذا كان في خير ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة يمكن اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يكن فبكلمة طيبة أحيانا الكلمة الطيبة تحول بينك وبين النار نعم وأحيانا الكلمة الطيبة صدقة وكذلك اللسان أحيانا قد الإنسان يتكلم به كلاما يضره في دينه ودنياه ولهذا اللسان ينبغي أن نحترز منه
لأنه عمله يسير وسهل ولكن الأثر كبير إما في الخير وإما في الشر. وحتى جرح اللسان قد يكون أنكى وأعظم من ضرب السنان لأنه يؤثر. ولهذا الإنسان على أن يحفظ لسانه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت بين أمرين، إما تكلم بخير أو اسكت حتى لا تقع في الشر والإثم. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، إما ضرته في دينه وإما ضرته في دنياه. ويضرب هذا المثل، يقول أحد الندماء كان مع أحد الأمراء قديما ودائم معه يحبه محبة عظيمة. يوم من الأيام هذا الرجل شرب حتى ما عاد يدري وين فيه، ضيع. قال له عاد ندي مكان أمامهم صخرة ملساء. قال للأمير: أرأيت لو أحد ذبح على هذه الصخرة من الأعلى بيصل دمه إلى الأسفل ما نقص شيئا. قال: اذبحوا جربوا. يصيح الرجل: ماذا؟ ما هو فوضعوا على الصخرة ونحروا. لما أفاق أول ما سأل عن رفيقه قال: وين فلان؟ قال: فلان قتلنا. من اللي قتلنا؟ قال: أنا. من اللي قالكم؟ قال: أنت اللي قلته. شفت. قال: وش السبع اللي ما في القصة؟ قال: إنه قال كذا وكذا. قال: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة ثم يندم عليها. وأختم بقول بعض السلف يقول: إياك وما يعتذر منه. يعني اضبط لسانك، لا تتكلم بشيء ثم غدا تبحث عن العذر. لا، أول إذا أردت أن تتكلم مثل ما قال السلف انظر هل هو في خير أو في شر. إذا كان في خير امضي فيه، بعد أيضا أن تنظر هل هو أفضل الخيرين أو أقل الخير. الإنسان يتدبر، ما يرفض الكلمة هكذا وبعدين يفكر فيها، لا، فكر فيها قبل أن تخرج. صحيح. لأن الإنسان يملك كلمته قبل أن تخرج، لكن إذا خرجت هي التي تملكه. في حتى لو إياك وما اعتذر منه. نعم. هذا رأي جيد في البداية كتأسيس في نعم. تأطير النفس عليه. نعم. ولكن نصيحة: لو وقعت أو وقعتي في خطأ اعتذر. نعم. صحيح. أعتذر. الاعتراف بالحق فضيلة بلا شك. والاعتذار سيمة الكرماء والشجعان والرجال بلا شك. لأنه ما من أحد إلا يخطي، سبحان الله. نعم. بس هو يقول الإنسان قبل يطلع الكلمة يوزنها. لكن لا طلعت زي واحد يقول أتمنى أن عندي عنق ناقة أو بيع جمل. أيه. وش طوله؟ يقول الكلمة قبل تطلع اني احاول اني افك اوزنها. يقول لو رقبت يا طول رقبت الجمل قدرت. اي بالله. اقدمه ولا اوخرها؟ اي بالله. والله خل عقلك عندك افضل من سم. اقول عقل الانسان اي لا شك. العقل 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 يمشي الدور. ابو عبد الله. اي بالله يمشي الدور. يعني ابو صالح نقول ابو عبد الله اسعدك الله بالدنيا والدين واياك طعم وبشرك بشرى ان مشهود لك بالخير يا ابو عبد الله. استغفر الله ترى بطلع انا. الله يجزاك خير. لا بروح بيت المندي صدقين. قال لا بروح اسبككم على الفطور اشوف زينه. الله يجزاك خير. لا احنا بالموضوع اللي احنا فيه ان شاء الله. المسلمين يعانون لا شك ولا ريب. الله يطعم. حول آفات اللسان، حول عماد، حول عمود الدين اللي هي فرض الله سبحانه وتعالى والصلاه. المسلمين يعانون شيء كثير. فالإنسان جزاك الله خير، الإنسان يدي الجهد قدر ما يستطيع على اللسان وعلى فرض الله سبحانه وتعالى اللي هو عمود الدين. أنا أشهد. ودنا يا أبو عبد الله أنك تعطينا مثلا نبذة بإذن الله عن اللي يضيعون الأمانة. الله يجزاك. الأمانة من ضمنها الصلاة أعظمها. أعظمها الصلاة ما في شك. الوضوء أمانة ما بالك. الله أكبر. فكثير من الناس هداهم الله الآن يعني ضيع الأمانة. فحنا ما نطيل عليكم ونشارك ونبارك. الله يسلمك ويبارك لا خير. جزاه الله خير والله يسعدكم بالدنيا والدين. سلامتكم. طبعا هو طلب الله يغفر لك طلب موضوع الصلاة. نعم. يكفي سبحان الله أنه يعني أن الله عز وجل لما أمر عباده بالصلاة جعلها سبحان الله أنها بينه وبين عبدي قسمة الصلاة بين عبد وصلة بين عبد ربه. فإذا إنسان قطع هذه الصلة بينه وبين ربه سبحانه وش يرجي؟ صحيح. لا ينفعك ولا مال ولا دنيا. اللي عنده تجارة فاتح دكانه ما يروح يصلي ولا هذا محروم نعوذ بالله. ولذلك بارك الله فيك تعرفون أنتم قول الله عز وجل فويل للمصلين
ما هو باللي يصلون. اي ما هو باللي الله تعالى قال صلوا ولكن الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض أهل العلم في ساهون هو الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فلا يصلي الفجر إلا بعد خروج وقته، ولا يصلي الظهر إلا بعد دخول العصر، ولا يصلي العصر إلا بعد خروج وقته، والمغرب كذلك. هذا وش له من البرهان حقيقة؟ هي الصلاة برهان. القول اللفظ ترى القول باللسان هذا ترى عقيدة مرجئة اللي يقول لك أنا مؤمن بلساني أو بقلبي ولا يعمل، ولكن الإيمان يا جماعة ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالصلاة خير برهان ظاهر للناس، صلاة الجماعة خير برهان ظاهر للناس على صدق الإيمان، الصلاة والزكاة بعد التوحيد طبعا والحج كذلك. الله يحفظكم. سم أبو سيف. أبو سيف. أبو سيف. اللسان أبو سيف يقول الزم لسانك أيها الإنسان لا يلدقنك إنه ثعبان. حصيدة المقابر الآن كم واحد راح بلسانه؟ صحيح. انتهى. احنا نذب الكلام دائما. المشكلة من الذبات هي المشكلة. تود واحد في داهية. ذبه هو. هو ذبه. ذبه اللي. ذبه لكن. لكن الكلام الكلام طال عمرك يجيب الكلام حقيقة. الأبناء للأباء. البيت. البيت. صحيح. كم واحد تكلم على أبوه ورمى عليه كلام جارح. أعوذ بالله. وكم واحد رمى على أمه كلام جارح. أعوذ بالله. سمعت. وكم واحد طال عمرك رمى على زوجته كلام جارح. وكم واحدة من الحريم تكلمت على زوجه ولا قعدت عنده والسب ذا لسان. لكن تلزم لسانها. إذا كان لسانها فالت. لا إلى لزمت لسانها اضبطت. اضبطت. اي اضبطت. لكن انهدت. هذا المشكلة لسان. راحت. لسان مشكلة. شو قلنا حنا هذا يقول لك الزم لسانك أيها الإنسان. لا يلدغن لك أنه ثعبان. لسانك حصانك. ها؟ أنصنت حصانك. سبحان الله. عطاري المعاملة عدم مؤاخذة بين طبعا الأبناء. أنت على طول زوجة شيخ. هو أنا آخر شيء. الله يطعمك. ترى حنا متهومين بس خلنا نجيب الأساس. سواليف ولكن نجي طال عمرك على موضوع الوالدين. حقيقة المعاملة بين الوالدين طبعا الشيخ جزاه الله خير الشيخ علي يقصد أن الآن أكثر مشاكل أسرية حقيقة تنشأ من اللسان، عدم صبر الناس على بعض وتحمل الزوجين لبعضهما في ظل معترك حياة تستوجب منا الصبر. إن كان ترى آباءنا أول عيشتهم سمحة وسهلة، ما كان في تعقيدات الدنيا الآن موجودة، ما كان في لا موضوع شو اسمه ذا أزمة إسكان ولا ها ولا فكر ولا صح ولا ولا أي ولا مشاكل ولا وظائف، مسألة وظائف وراتب قليل ولا حافز لا ولا شهادات. كانوا ناس حقيقة على يعني طبيعتهم وعلى بساطتهم و كل شيء الحمد لله سمح وموجود والنفوس طيبة وقانعة حقيقة. الآن لا، الآن سلمك الله عندك إعلام، عندك إغراءات، دعايات، سلع استهلاكية، نبي كذا، قاموا يعني في متطلبات حياة، تسابق في الثراء. نعم نعم. المنافسة في الثراء، المنافسة أنه ليش جيراننا الفلانيين عندهم أحسن منا خلنا نكون. فالثقافة تغيرت. نعم. مع هذه الثقافة المتغيرة ومع حاجة الناس إلى صبر على أنفسهم كثير أكثر، إن كانوا آباءنا وأمهاتنا الأوائل يحتاجون إلى الصبر شيء منه يسير لتجميل بيوتهم الصبر، فنحن بحاجة إلى عشرات الأضعاف من الصبر حق على بعض، وتحمل الزوج لزوجته، تحمل الزوجة لزوجها، صبر الاثنين على بعض زي ما تفضلت الله يحفظك، التلطف بالعبارة، اختيار أحسن ألفاظ. يعني أنا الآن مثلا الإنسان ممكن إذا دخل بيته ورا ما يسلم يلقي السلام على زوجته. يا أخي أنت تدري الآن إذا قلت السلام عليكم لزوجتك، هذا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام اللي راح أجيبه، ولكن لزوجتك قد تدخل به الجنة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كلامي عام لجميع المسلمين ولكن الزوجة أولى، لأن أحق الناس بك أهل بيتك. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النساء فإنهن عوان عندكم، يعني كأنها أسيرة.
أهلها سلموك إياها ترحمها تعاملها معاملة حسنة تحترمها تقدرها. المرأة ببيتها لها عفوا المرأة يوم تجيك أنت ما تبي تاكل ولا تبي تشرب ببيتها لها ماكلة وشاربة ولا تبي دراهم يمكن أبوها يكرمها أكثر منك ولا شك صح. الأب بنت تسوعيونه هم دللتنا عنده كذا ولكن الإنسان يوم يتزوج ويروح بها لابد يكرمها مودة ورحمة يقدرها مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن الرابع ما هو بلك وغرفة لا 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 سكن قلبي وجداني سكينة. نعم استقرار ونعم سكينة قبل لا يكون شيء ثاني. وجعل بينكم مودة ورحمة. الإنسان يعني الكريم سبحان الله إذا أحبها أكرمها وإذا لم يحبها ما أقول كرهها أقول لم يحبها لم يهنها. بعض الناس يدخل بيته سبحان الله يدروا عنها هلا دخل البيت من الصراخ وصقع الباب والصياح ويا ولد ويا هو وين الأكل وين صح. الواجب بارك الله فيكم الإنسان الدنيا يا جماعة أنا معي كاميرا قاعد أتكلم الآن مع ذي ولا مع ذي ولا معي واحدة معي واحدة معك أنت أبو سالم أبو سيف أبو سيف ال ورا يوم ضيع الأسماء أنا هو دائم علام القلب يا سالم دائم هو أي أبو سيف الـ 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 بعض الأزواج سبحان الله يعني ما يعي مسؤولية إنه الحياة أخذ عطاء. يعني أنت تريد الآن من زوجتك وشو واحد اثنين ثلاثة أربعة مثلا هي وش تبي طيب ما فكرت ما قرأت ما أتكلم عنك أنا أضرك عشان تكون كاميرا عندك أنا قصدي المشاهد لا لا معك معك أنا قصدي بعض الشباب اللي توه يعني ما يعرف كيف يتعامل. ولذلك حقيقة أنا أتمنى يكون في دورات تطويرية ويا ريت عندكم إن شاء الله تكون عندكم تدريبية عند نعم؟ الشباب هنا للشباب ايه؟ ولا قصدك الخارج يعني قصدي عندكم وبرنامج يكون برنامج وفي الخارج أتمنى من المأذونين وزارة العدل أو غيره يسوون لهم نظام زي الفحص الطبي دورة إجبارية يحضرها المقدم على هذا المشروع العظيم مشروع حياة مربوط قرض الزواج يا أبو عبد الله نعم قرض الزواج الآن مربوط بالدورات بعض المدن ربطوا قرض الزواج موجود قرض الزواج مربوط بدورة المقبلين على الزواج جميل بس يعني ما تأخذ القرض لا, لا, لا والله ما ودك شو اسمه ودك الدورة أعتقد تثقيفية لا لا أنت ودك طال عمرك ودك اللي ما يأخذ شو اسمه ذا العقد تحليل لا ما يد ما يعقدون والله حلو تربط ما يعقدون أنا أعطيك مثال اللي بيعرس ما هو بيعرس في يوم وليلة إيه ما يعرس في يبي خطب بعد ست شهور سنة ثلاثة شهور أربع شهور صح صح روح وربك جيب دورة تدريبية مع التحليل وتحليل وشهادة تزكية وكذلك شهادة فحص طبي ضد المخدرات الله يا رجل يكلمونا بعض الـ 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 العوائل صادق يصيحون سلموا بناتهم إلى رجل ولد رجال ما هو كفو ولد رجال طيب بس هو ما هو كفو أي الوالد ما هو بكفو شكوى الله أبوه طيب وخواله وعمامه وأخوانه ولكن هو اللهم عافنا لا يصلي الله مستعان ولا بخلاقه طيبة ورعي نعوذ بالله تعاطي وبعدين الله يستر وضعت أسر الله طال عمرك فيه التنمية الإسرية الآن موجودة في المناطق يعمل لهم دورات تثقيفية الكل يبون ويطرحونها طال عمرك على الجوالات الآن الحسن متقدمين انتم في دورات عندنا تقاف لازم الالتزام زي ما ألزمونا الحين ما تروح تعقد إلا طال عمرك دم تفحص ما تروح تعقد على شيء اهم من الدم يقول له اهم من الدم لا التوافق اللي شو اسمه إيه لا بعضهم بيقول لك انا وش فيني انا ليش تحولي على دوره او على دوره تثقيفيه للزواج انا فاهم الزواج لا 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 معليش معليش انا اقول ايش فيك سامحني اني قطعتك اللي فيك ان نسبه الطلاق عندنا في المجتمع بلغت مبلغ عالي والله جيد صح بلا مبرر رقم جميل والأخلاق لك عليها شكوى والسلوك لك عليه والتعاطي لك عليه أسف حنا بلد مستهدفة صح. أما موضوع بارك الله فيكم يعني وش يمنع الرجال إذا دخل بيته يسلم على أهله يتبسم بوجه زوجته كيفكم طيبين وشونكم ها عساكم سويتوا الغداء يدخل يساعدها في المطبخ. يعني سؤال أسألكم الحين أما طبعا الشيخ ما يبسأله وخويا ما يبسأله ما خاف يزعلون خوي بادية هو خاف يزعلون لكن حنا وياكم أنا وياكم أنا بدو يحضري ولا يا أبو سيف ها صح ببدأ من هنا من منكم وبعدين بعلمكم وش أسوي أنا في بيتي إن شاء الله. لأن بعض الناس قال واحد مرة في مجلس قال أنتم
قلت يا اخوي الواحد يساعد اهله يدخل معه المطبخ. قال انتم يا شيوخ ما تدخلون. قلت والله ندخل معه المطبخ. الله اكبر. والله اني والله ما فيها شيء ما فيها شيء. لا لا انا اساعدها في الطبخ. اي ما وما المانع الرجال يصلح له شاهي وش المشكله؟ اسالك سؤال انت تسوي شيء من هذا؟ يكون نفس الرجال انت المعد. طيب انا ادور القوي وين؟ طيب خليني اوزع الادوار بينكم. ما تبي تجاوب؟ لا بجاوب والله. شوف يا شيخ والله العظيم الان هي تسمعني الله يجزاك خير. لا مو تساعد والله ترى تساعدهم؟ اساعد بكر المطبخ، المطبخ شيء بسيط يعني يكفيني احترمها واحترم اهلها هذا كلام. لكن والله العظيم انها ترفض اني ادخل المطبخ، هي ترفض. الحمد لله احاول منهم الله لا ما تقرب المطبخ مره. ابو صالح والله اول كنت اساعد اخدمك ادب الجميع. خليني اعلم بالصراحه اي ابو البيت كنت اول اساعدهم لكن الحمد لله علينا هم يساعدوني. ان شاء الله كفوك هم يساعدوني بس النظريه وابشركم بهم خير. ابي وجهه النظر يعني سم اخوي زي مثلا ابو فزاع الله يحفظ الجميع هو وجهه نظر انه ما عنده مانع بس انت عندك مانع؟ لا انا ما عندي مانع بس ما يخلوني. الحمد لله بس المبدا ما عندك مانع. ما عندي مانع وهذا محبوب ومطلوب من فضل الله. والنبي اصلا قدوه كان يساعد اهله في شؤون بيتهم ابو سالم ابو سيف ابو سيف والله مطبخ عنده والله مطبخ عنده اطلب ثاني. انا ظني شفتك تقول ابو سالم عطني وش وش ابو سيف عنده طبخ والله عطني ابو سالم وش وش عطنا يا ابو سالم النشيد قصيده اللي على ما قال شلها شيل هذا اي نعم شيلها ونص يلا يلا راح دم مطلوب عشان لجل لاني ابطل اقول ابو سالم بعدها تفضل. علام القلب يا سالم علامه حنين القلب دوبه ما يوني. علام القلب يا سالم علامه حنين القلب دوبه ما يوني. انا قلبي تولع ما بولعه عسى الله لا يطول ذا الولاعة. علام القلب يا سالم علامه حنين القلب دوبه ما يون. انا قلبي كما يكفخ ويومي كما طير نربطه في كراعة. علام القلب يا سالم علام حنين القلب باه ما يوني. انا قلبي تولى بابي ولعه عسى الله لا يطول ذا الولاعة. علام القلب يا سالم علامه علام القلب يا سالم علامه. انا قلبي كما يكفخ ويومي كما طير نربطها في كراعة. علام القلب يا سالم علامه حنين القلب دوبه ما يوني. انا ودي ولكن ما حصل لي احب اللي يبيه القلب ساعة. علام القلب يا سالم علامه حنين القلب دوبه ما يوني. اخطط بالعصا في القاع وابكي على فرق المجالس والجماعة. علام القلب يا سالم علامه حنين القلب دوبه ما يوني. سلامتك سلامتك يا صح لسانك ابو سيف صراحه قائد دولي كشف ما شاء الله ما شاء الله. لا انت قلبك خبر ما شاء الله السنه دي تنفع تنفع اكبر معنا ان شاء الله. ها هاي خبر اي راي خبر خبر مكياشيت ان شاء الله. فسبحان الله على طاري القلب وما القلب سبحان الله انا كنت اتابع برنامجكم المبارك. الله يبارك ما شاء الله. قبل كم يوم فتحت أول مرة أشوف بيت الحكمة للأسف طبعا مقصر في المتابعات الإعلامية ولكن فجاء في بالي سبحان الله جاء في خاطري جاني شف سبحان الله أقول والله سبحان الله أي والله أسأل رب تعالى إن كل ما في الخاطر يكون يلا إن كان كان في الخاطر يصير كان الله يجيبه ولكن يجيب الله سبحان الله الله كريم. تمنيت سبحان الله أني أرتب أو أحد يرتب لي لقاء معكم في بيت الحكمة ما شاء الله. إي والله
وقلت في نفسي ما في داعي أني أبادر أو أني يعني ماني متطلب، ولكن قلت تجي متى ما تجي. سبحان الله خذت لي يومين، إي والله، أو ليلتين. دق علي الله يجزاه خير الأخ محمد المري، محمد المري الله يصبحه بالخير، هو في المنطقة الشرقية تقريبا، الجبيل، في الجبيل، وسلم عليه ونشكره. دق علي، أنا رد على الجميع الحمد لله على جوالي، رقم ما أعرفه، رديت مرحبا، قال لي معك فلان من قناة كذا بداية برنامج بيت الحكمة، برسالة جوال، أنه السلام عليكم أول شيء، ما أدق برسالة جوال، وعرض الطلب أنه يعني استضافة. فردت على الرد قلت له وعليكم السلام، وضحك سطر كامل، ها ها. استغرب الرجال لاني فعلا تفاجأت، ضحكت انه اي والله. فقلت يعني سبحان الله انت كانك معي قبل امس، انا وبيني وبين نفسي ما كان عندي احد، حتى ما قلت لاحد والله علم. نعم قريت الخاطر، اي سبحان الله، التوارد خواطر. فسبحان الله يعني الانسان، انتم حقيقه مشهود لكم بالخير، ومثلكم مثلكم يعنى له. الله يعطيك العافيه. ترى كلمتك في جده ترى بيتك. اي أيوة والله يطول عمرك. أنا كنت في جدة ترى قبل أمس. إي والله ما جل يوم كلمني، ما جيت إلا البارح. الله يعينك. يوم كلمني الأخ محمد كنت في جدة، قلت والله أبشر وجيت عشانكم ترى، ومثلكم يعنى له، ما هو كبير في أحباب الأخوان، ولكن أي فرصة تجيك ترى لنا يقول لك لا تدل هذا على باب ما يحتاج كلنا نقول والله. فطورنا ترى جاهز. أنا جاهز إن شاء الله، أنا جاهز بتعلم. إن كنت بتكمل عشان الشباب ياخذوا من كلمة بكمل، بس في حاجة بالنسبة للمسائل الزوجية عاد مؤاخذة، هذا شيء جدا حساس. أنت كلمتني عن الطبخ. إي وصلت ترى عندي الطبخ. تطبخ يا ابو منو؟ مع المعزبه مو في بدايه مع المعزبه؟ نعم ساعدها. اي بالله تغسل فناجيل مواعين؟ اغسل مو بالفناجيل، اغسل كل شيء. تغسل ملابس العيال والعار؟ الملابس العيال لا ما يخلوني اغسل. اي اما الطبخ لا والله ازين. ابشرك ما فضل الله علينا، ما فضل الله علينا، الحمد لله، تحدثا بنعمه الله، الحمد لله عندنا ما يخدمنا، ولكن والله الواحد احيانا يستانس اذا فاجأ اهله بشيء جميل بسيط، صح؟ ما كان يتوقعونه، ترى بتلقى سبحان الله عطاء عظيم اكثر مضاعف من قبل، لانهم يحتاجون كلمه جميله وكلمه طيبه. تفضل. نعم اجل تساعدهم في الطبخ ان شاء الله. والله اخاف تطبخ وتاكل الطبخ انت لحالك. والله ما يخلوني مشكله عاد اول واحد ياكل ما يخلوني اكل لحالي. ما شاء الله ما يخلوني، ولاني بحب اكل لحالي. هذا شبه ذكوره. نعم لازم يا جيب لي ناس انت تاكل معي طال عمرك. اما لحالي لا. يحط فيه عسل ما شاء الله، يحط كاتشب، اوه زبادي، خلطه، يحط زبادي، خلطه، يحط كل شيء. انت مثلي وانا صغير، احنا بقى توافق. انا وصغير اسوي سندوتش تونه في البحر كذا مع اخواني. نعم تونه ومربى وقشطه وعسل وزيتون كلها جميع. اي والله مرتدله. وانت مثلي انا كنت صغير اقول عظم الله هجر واجر. بس اكلها انت تعملها وانت كبير؟ لا لا نعملها طال عمرك، نعملها وانا وغد صغير. لا لا نعملها واحنا كبار طال عمرك. أيه وياكلونها ويقولون ما يبون ولا جو ولا جو الصحن. ما يصير في تلبك؟ لا 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 اليمنى ما بتشاور، يقولون ما احنا بماكلين. أيه ولا نبي ناكل، ولا حتى انا الصينيه خطر باكلون يدي. اي بالله جل العافيه. على خير، طبخك زين ان شاء الله. تفضل. وش اللي قلناه قبل شوي؟ اختار لنا شيء. مساعده في البيت شيء مطلب ولا هو بعيب. لا جميل. غسيل في المطبخ جميل. هذا الكلام الكلام الصحيح صحيح. مقاضي البيت مع بعضها، مقاضي البيت مع بعضها. انت مش مطعم صح؟ تاخذون لهم مطاعم ولا ما تروح؟ لا ناخذ مطعم لكنها مي بذيك الدرجه يعني أحيان. مجرد التشكيل، تغيير جو، التغيير جميل، التغيير جميل. لكن اللي عندي اطبخ لهم على رز على حطب. اي وشبف ما خليت شيء، نصلح المشب. المشب ذاك اليوم تبون رز على الحطب اول مره والله شيء، قالوا لا شو رز على الحطب، شو رز على الحطب. غريبه غريبه. متعودين على الفرن وعلى رز على الحطب ما يصلح. ما عليك واجيب القدر وجيبوا لي كل اغراضي بس وجهزوا واطبخ على الحطب. ما شاء الله بالكركم وبهورات والدنيا طبخه الاوليه. ما شاء الله واطبخ طال عمرك ولا ياخذ له لي ساعه الا ربع. قلت له انا عندكم المطبخ يمكن تجي الساعه 12 ما قضى. اي صحيح قعد له ساعه الا ربع ونص ساعه الا كشف. ما شاء الله شلعش. ما شاء الله يحطه في الصحن، تعالوا ذوقوا
يوم خلصوا وفيه العافية وكلوا قالوا أبو يصلح لنا ثانية. قلت له تكفي تكفي لكن المقصد المساعدة والمعنى صح المعنى الجميل نعم هذا الإحساس أي هذا هو مهم جدا تساعد لكن إني أبجلس في البيت وعلى يشماغي وزي بعضهم أبو أموني يا أبو سعد أبو سعد بعضهم ما يأكل مع مرته أي ما يعني. يتعزز ويتأنف والله سمعت عنهم إن يتعزز من الأكل مع امرته مسكين هذا هذا محروم مسكين هذا والله هذا مسكين عايش في وضع آخر فوق مرفع هذا ولا الله يعافينا وياهم الا لا أكل أجر حتى ما يضع في امرأته من نعم حتى هي متأكله هذا ولا الله يستر علينا عليهم فئه يعني مثل ما يقول لك ياكل عشاء عشاء كانه هني يقول لك اني اني متمدن يعني اني ما اكل مع الحريم مع الحرمه اكل مع حرمه لا بالعكس ما يقول لك لا الحرمه امك يقول لك ما اكل مع امي هي هذه مشكله وزوجتي بنتك لا والله لا والله ثمهن ما احنا شيء ما ولا شيء ولا شيء هذا واحد عندنا مزاح يا الله يذكره خير رجال في خير ودين وراعي طاعة وبراجل يوم جاء ذاك اليوم أقلط عند جارنا الفجر شاب بنظه أيام الشتاء إلا هو عنده يحبني مرة يصلي معي الجمعة قال لي ترى فلان ما ينام مع حرمة الفراش أعوذ بالله ولا بعد شاف وجهها إيه برقع بعضه أربعين سنة برقع أعوذ بالله هذا عذاب هذه ولا هم يأكل معها أعوذ بالله طبقة معينة ترى هذه أجوج ما أجوج أي طبقة معينة قلت صحي والله قال لي والله ارقد مع فراش تخلف هذا انفسي في انفسها اعوذ بالله يقول قلت له وش تسوي؟ وش ازم؟ قال بدنا ويا اهلي ابغى شيء وكل واحد في اعوذ بالله كل واحد في ديره مثل الذيب معطوب شيء اعوذ بالله طيب بعدين اكل قالوا لك والله ما انا ماكل قدامه فرتي فرتها محروم ذا يقول يستعيبها ايه عشان انت بتاكل مع حربتك قلت لا والله اكل معها ما ياكل معها؟ لا والله قال ترى خادم عندي يا شيخ لا تطيح من عينك قلت عاد طيح من عينك اعوذ بالله يلا دخيل الامور جايه محمد صلى الله عليه وسلم ياكل معها من نفس الاناء وتقول دعلي دعلي يا تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو رجال في دين قلت النبي عليه الصلاه والسلام الدين يامرك بالطيب اي والله قلت النبي عليه الصلاه والسلام كان ياكل مع عائشه قال اللهم صل وسلم محمد نعم قلت كان يشرب المكان اللي شربت منه يشرب منه ويشرب يوم قلت قال كذا اللهم صل على محمد قال كذا اللهم صل على محمد لكن اشفع عقب فكر الله المستعان هذا الدين يامر بالاخلاق وبالطيب وبعضهم حتى لو جاي يركبها في السياره يركبها ورا يركبها وقدامه ما احد اعوذ بالله لا يا رجال ما تركب معه قدام هذه مصيبه ليش نطلع الفطور يا جماعه اللي تبي يلا. بس باقي الاخوان ما باقي مشاركة فارس احنا على الفطور لكن صار غدا ما صار فطور نكسب فيكم اجر لكم الله يجزاكم انكم يعني تخفوا الاكل يصير غدا وفطور لا مره تعتبر وجبه واحده مع ابو سيف لازم تغدى ما شاء الله تبارك الله يلا ابو سيف يا ابو عبد الله هذه اسر منتجه ما شاء الله شغل بيوت ما شاء الله هذا كل شغل بيت عجيب هذا المتجر يعني اسره منتجه في البيت يعني بدي انك انت اللي تعلن لهم لان والله نعلنهم هنا مجانا دعما لهم وزي ما تقول هم مدخولهم هذول مسوين الثلاث الكيكات هذه بعلن لهم ان شاء الله وبصوره بالجوال انا الجوال طفيته معك الجوال شغال لو سمحت عشان برضو احنا نتعاون معهم ناخذ وننزلهم في تويتر ان شاء الله عندنا في ذا بس لو يكون كذا اوضح صح هذا الرقم الرقم انا بقراه الرقم تقول الجوال ولا الثابت؟ الجوال احسن يعطوني كيك نسبة هذا كيك هذه هدية امزح ترى امزح على صورتكم الله يسلمك شكرا طبعا هذا المحل شو اسمه؟ كلازر كلازر كيك كلارز كيك عشان نطقته زين بس كلارز كيك 05 933 52 003 كلا كلرز كي اظن الوان كيك الوان بالانجليزي كلرز لو قلتولي يا اخوي انا بالانجليزي احسن من العربي كلرز كيك كلرز يعني الوان كيك الله يعطيك العافيه الوان كيك وين محلهم؟ وهذه اسر منتجه بيوت بيوت الله بيوت كلها بيوت رقم الجوال 059 ذاك اليوم احنا اي ها 0593352003 هذا حاطين صورة عشان موضوعك المحل ذا خير عندي نسبة ترى ذاك اليوم حنا طلبنا نهدي هدية كان في واحد ودي هدية نصراني في فندق حنا قلت خلني أدعو للإسلام قلت زي الورد في طبق زي كذا زي الكيك وبوسطة شوكولاتة
وكلمت واحد عبر الانستغرام وكلمه شاب سعودي هلا يسوونه في بيتهم عليكم السلام. جاء لحدنا وعطانا اياه وخواته وامه وزوجته يسوون ذا الشيء. فشيء جميل جدا واشجع عليه جدا يعني. الله يقويك. الله يعطيك العافيه. تفضل تفضل حياك الله. الله يسعدكم بالدنيا والدين. الله يسلمك. عد عد تفضل ابو سيف. عد تفضل. جزاكم خير والله. الشيخ علي قدام. تفضل. علي فارس. عد تفضل تفضل. اليوم حلو الطقم اللي لابسين. تفضل صاحب. يا مرحبا حيا الله مجانا. الله يحييك ابو عبد الله. يا الله ابو عبد الله اخويا الله يحييهم ويسعدهم ان شاء الله. تقابل احسن. ايه ما فيها اسم الله الحمد لله. بعضهم يذب الاوراق فيها لفظ الجلاله. نعم روح يا شيخ. يلا حي الشيخ. الله يحييك. مبطين عنك والله. اقول واحد من اخويانا الله يغفر لك حطاني سالم من الله حطاني يقول من ذو مبطي. ايه من ذو مبطي. الله يسلمك. الله مقصرين لك حق يا ابو عبد الله. الله يسلمك. لكنك مشغول بعد ان شاء الله شوي. الله يعيننا وياكم. انتم الله يعينكم. يا مرحبا حياكم الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك. البقى. تفضل. الله يسلمك. هذا وقت الرجيم يا ابو عبد الله. يصير اللي يفطر الحين ما يتغدى خلاص. اي. عساكم بس سويتوا لي الشيء اللي طلبته. الله دايت ها؟ دايت مره. الله يسلمك. ما شاء الله. انا قد شفتك قبل صح؟ سام قد شفتك انا؟ اي كان على المسلسلات حقت قناه لا قبل 10 او 15 سنه في قناه المجد. في المجد. في المجد صح؟ تقابلنا. اي قولوا ما شاء الله يا وين الجمال؟ اذكر الله. ما شاء الله. تفضل ترى في هديه ياخذون عليها دوره. يلا نلف فيها. هلا وسهلا. هلا اخوي. كيف الحال؟ وسهلا. هلا وسهلا. كيف حالك؟ هلا وسهلا الاخ يونس من المغرب. شكلك لكن باينه. كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه. بس مو في المغربي ترى. في المغرب وين الكاميرا هذه؟ في المغرب عندكم العافيه عن النار. بالضبط. اي نعم. ولكن واحد مغرب يقول الله يعطيك العافيه قال العافيه عندكم بالسعودي مو عندنا حقت المغرب. هم صدقوا انها طيب الطعام وان ذا الوقت عندنا عوافين كثيره. اي بالله وقت الشتاء. حشومه 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 حشومه. يعطيك الصحه والسلامه. حياك الله. اي كذا يقولون هم. تفضل تفضل تفضل. الله يسلمك. ما شاء الله تبارك الله. والله هذا الفتنة المندي. ايه يلا من فضلك. السلام عليكم. انتم جاهزين؟ اي جاهزين. احنا جاهزين. اذا انتم جاهزين احنا جاهزين. ما شاء الله. يا مرحبا عبد الله. ما تكلمنا اللي طلبته. ما في سموه. والله بيقول بدون لكن كيف؟ أقول ما تجي عليك شيء. استغفر الله. هذه نعمة الله يا رجال. لا يا رجال. هو طلب كذا. طلب كذا. هذه نعمة الله. أبو عبد الله طلب كذا. الحمد لله نعمة الله هذه. على التواضع والوفاء يرفع. استغفر الله. الله يديمها. تفضل شيخ. تفضل. لو حطيت له زيادة أو ساعة. لا كذا. أنا بجنيه. تعال تعال تعال. لا وإياكم وإياكم. اللهم لا صدق. عد عد لا والله. عساكم سويتوا شيء الحميه ولا؟ اي اي يتذكر. ما تسوي الجرجير عشان اكل ولا؟ انا ترى اكل عقب الفجر فطوري. انتم ما شاء الله مضحين. صح. عقب الفجر الحمد لله. ولكن احنا اخرناكم. لا والله انه هذا الوقت. هذا الفطور الثاني يا ابو عبد الله. المشاهدين نمشي وناكل. نقول للمشاهدين وش نقول؟ قلطوا معنا. الله يحييكم. ها ابدا. هذا الله يحييكم وقلطوا. يا مرحبا. حيا الله. الله يسلمك ويبارك فيك. الساعه مباركه والله ابو عبد الله. ابقاك الله. مبادرتك هذه صراحه ما بغريب عليك. سعدتنا. انت محلك ما بجاهز. جاهز البيض؟ لا يبي لك محل مرتاح صح؟ لا العاده لا بد انت. ها لا اعطيك المركه اللي عندي. لا ولا تجي عندي. ولا تجي عندك. هذا مركه. الله يرحم امك واياك وبيك. الامين. امين وياك. يا سلام. امين امين وبيك يا بني. صحيح وجهك. انا عرفتك ابو موجود من خمس دقائق من كلامك عرفتك ان شاء الله. اي خمس. ما شاء الله. سبع سنوات انت من القدامى فيها. خابرك. انت من الاوائل اللي. نعم من الاوائل اللي اسسوا القناه المبنى الجديد طبعا. نعم مع كان الشيخ فهد الشميمري الله يذكره بالخير. يذكره بالخير ان شاء الله. يوفقهم ومجموعه معهم. يكثر الطيبين امثالكم وامثالهم. هذا عمل مبارك حقيقه يعني. المشاركه فيه اجر فيها عظيم. ها عند الله عز وجل. موضوع جميل ابو عبد الله. ما كملوا اللي هو اللسان. اي اللسان. عن اللسان ابو سيف. انت تكلمت عن اللسان. استثمار اللسان في طاعه الله. التسبيح والذكر. خلنا من الحريم الحين. ذكرنا الحريم. ترى هي قناه صحيح زواج. ذي بدايه كانت اول زواج وبيت عرسان ولكن وما احنا بعيدين عنها. هذول يعني النساء هاي تكمل نصف المجتمع ولكن لهم حق علينا.
ولكن نبي نتكلم حقيقة عن موضوع حسن إدارة اللسان في ذكر الله واستغلال في الذكر والتسبيح. أنا ذكرني طال عمرك كلامك أختك يا شيخ جزاك الله خير سم. في شخص مع أحد المشايخ قال والله ما فهمت من كلامك. أنت الحين مرتاح ويجيب كرسي؟ لا والله عدل ممتاز في كرسي ممتاز الله يرحمه من جابة أمك سم وبي قلمي إن شاء الله كلهم. أقول لك طال عمرك يقول لي يوم أنه خلاص الشيخ قال يا شيخ ترى ما فهمت من كلامك إلا كلمتين سلام عبد الواحد كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله الله أكبر. قال أقولها كلمة شفت أحد أقولها قال قلها الله أكبر وقام يقولها ترى عمرك حتى توفي سبحان الله وتوفي بهذه الكلمتين أجر عنده سبحان الله وبحمده سبحان الله طيب الأجر أغناك الله الحمد لله طيب الله أجر عند الله هذا سبحان الله عطاري اللسان هذا سبحان الله يا شيخ ذي قصة نعرفها مذكورة لنا احنا ما احنا بدأت تقول سمو نسميه ولا طيب بسم الله يبي يجي على راحتكم تفضل لا شوف الجماعة متحرجين لا لا تفضل افطرت اول بس انا اقرق معكم شوي وينه اقول ذاك يقول كل عنده هلك تعال نقرق عندك لا تعيش عنده ونقرق عنده هلك اي بالله يا مرحبا حياك الله اقرب اقرب مش عاد اقرب هذا الحمص والسلطة وال سم هذا سبحان الله يقولون استهدافك استريح معك ما انا هذا عندي معك عندي 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 معك ال استريح كل شيء قريب ابشرك على طاري اللسان هذه نصيحه حقيقه للرجال والنساء اكثر النساء اكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا تصدقني يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار قالوا وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار قال تكثرنا اللعن يعني تكثرون اللعن وتكفرنا العشير يعني الرجال مسكين طول عمره هو بار بها يوم تزعل تقول ما رأيت منك خيرا نعوذ بالله تجحد ولكن سبحان الله العظيم والرجل والمرأة مشتركين في موضوع اللسان هذا يذكر سبحان الله قصة نعرفها من امرأة كانت عندنا الله يغفر لها في البيت عجوزنا هالبيتنا يعني من في البيت ف دائما يذكر احنا بزران نسمع عنها الله رب رب الله الله يرحمها برحمته ويغفر لها وسامحها تحب النقل الحكي بين الناس نقل النميمه نقل قالت السوء نعوذ بالله بس مالي بالله يحيك مالي بطعم مالي بطعمك انا على خفيف شكرا نعم تنم وتنقل كلام وتحش وتزود يوم سبحان الله حضرتها وفاه يقولها يا فلانة بغيت أقول اسمها يقول يا فلانة يقول لا إله إلا الله أية تقول تقول شوفي ترى فلانة قالت فيك كذا فلانة فعلت كذا فلانة تقول في فلانة كذا يا فلانة تراك قاعد تموتين قول يا إله الله تقول ترى فلانة قالت كذا فلانة في الأخير قالت اللسان على ما تعود سبحان الله في الأخير قالت أوه خلاص قلت لا إله إلا الله بس ترى فلانة تقول كذا فلانة تقول كذا وماتت سبحان الله على هذا ماتت على هذا العمل نعوذ بالله فهذا أمر نعوذ بالله ما هو بزين أمر يعني ما هو طيب للناس الإنسان يحافظ على لسانه وتعلمون سبحان الله العظيم أنتم يعني هذا ما هو عندك يا شيخ لا ما هو عندك ما هو عندك مربى فول هذا عسى زيته خفيف ولا مسلوق إيه أبو عبد الله اليوم بس اليوم زد رصيدك حنا زد سعرات حرارية حنا كنا بنقول اوف بكره اوف نتسلم في حق الاسبوع الجاي عني اليوم عندنا يوم اوف حنا في الاسبوع لا لا كبده لا ما ابدا سم سم انت تفضل سلام تفضل لا 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 ما زينك ما هو ذا اللي متشابهين هو تجي هنا يا تعال هنا تعال هنا هنا والله بعضهم ما رقد متاخر وبعض عشان يشوفون راح والله نام وانت لا تعال هنا استريج 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 ما شنو ما شنو اعطى ظهورها استريج استريج شكرا يا مرحبا سوي الله بسم الله فسبحان الله الانسان يزيد حقد الرصيده في الاخره بالذكر زي ما تفضلت يا اسلام ابو سيف سامي من قصر ها اي اللي هو
اللي هو طال عمرك ما دام الوقت يمضي انت وسيارتك. شيخ المباز الله يغفر له كان يقول واحد يقرا من كتاب الله في سيارته يا اخي لو الفاتحه. انا اوصي حقيقه الطلبه والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وربات البيوت، وانت في البيت تطبخين وانت في سيارتك تمشي عند الاشاره موقف، اذكر الله، استغفر، سبح، هلل، كبر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عطني اعطني صلي على النبي عليه السلام. دايت برضه حطك العافيه. ايه ابو عبد الله. اي نعم، اقول الصلاه على النبي عليه السلام، تسبيح، تهليل، تكبير، هذا عند الله تعالى ذخر لك. شيخ علي حديث تعرفونه، حديث النبي عليه السلام يعني ان العبد المؤمن او اذا ذكر الله فان اذا سبح الله او هلل او كبر الله فان تسبيحه يصعد الى السماء وله دوي كدوي النحل. نعم. يطوف حول العرش فتسبيح على ما الكبده مالي بشكر مسويها مين. فتسبيحته هذه يا جماعه بمعنى الحديث تطوف حول العرش لها دوي. نعم. تصعد حول تطوف حول العرش ولها صوت لها دوي بين الملائكه تطوف. سبحان الله. نعم. تذكر كما قال اخر الحديث قال تذكر بصاحبها، يعني انت ذكرت الله في نفسك ذكرك الله تعالى في نفسه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملئه ذكرته في ملئه خير من ملئه. يعني شوف سبحان الله الان لو ذكرت الله تعالى الان في ملأ كريم مثل ملأكم الان وملأ المشاهدين وغيرهم سبحان الله العظيم يذكرك الله تعالى في ملأ خير من ملأك. من انت؟ اي والله من انت؟ وش تقول؟ وش انت؟ يوم الله تعالى يذكرك في ملأ خير من ملأك. الله اكبر. كرامات رحمة اي والله رحمة من ربي. رحمة من ربي. وذاك سبحان الله العظيم يعني كل شيء قريب ابشرك لا الحمد لله بس اشكر جزاك الله. سبحان الله العظيم يعني الانسان ما يدري بأي عمل يدخل الجنة صحيح؟ ولا بأي عمل يدخل النار. ربا يا جماعة كلمة صغيرة. أنت افطرت يا الربع؟ لا لا مواش؟ موشان؟ اسمك؟ نشوان. نشوان بالنون؟ اي نشوان. نشوان من النشوة. الله اسم جميل نشوان ذا. والأخ شو اسمك؟ أبو دينا حسين. افطروا معنا. الله يطول العمر. لا بس تعال والله؟ نعم. افطرتوا؟ أكيد مشان ما تقصروا تذوقونه قبل ها؟ جلافي. بس دائما اهتموا باكل الدايت والله مهم. حتى ترى اللي مو بسمين حتى الانسان الطبيعي مفيد له انه ياكل اكل صحي. يعني مفيد له جدا. انتم ادرى مني. يعني تقليل الاملاح، تقليل السكريات، تقليل الكربوهيدرات. الطبخ بسبع عام هالدايت. الزيوت. المفيدة يعني المفيدة الاكل الصحي. الله شيخ شغلهم كله تيوس طعامك الطليان وقعدان على شغلهم جل عافية. بس برضه الطبخه يكون ان شاء الله. ان شاء الله. لا انتم ما شاء الله ما يحتاج. انتم شيخ المندي انا اخابركم من اوائل المطاعم في الرياض صح؟ من قديمين. نعم. كم فرع لكم في الرياض؟ ستة ما شاء الله. جميل. انا خابر العسل كان هنا صح؟ مش قرب عندي. تخلوه هنا. لا 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 خلوه هنا. ما حل ما حل بحول عند الشيخ ترى. ابشر عند الشيخ. الله يحييك. الله يسلمك. بيننا بيننا بيننا. شكرا. ابو عبد الله انا باخذ من اول انا قبل ما احد ياخذ الفكره مني. اي تم شم. اللي هي اللسان. نعم. نعم. عندك عندك. ما موجود هنا موجود. عندي عسل موجود. اللي عندك عندي شم. اللسان يا شيخ هو حجمه كذا. صح؟ صغير. هذا حجمه. نعم. اي الله اكبر. مثل المفتاح صح؟ سبحان الله. بل هو مفتاح. مفتاح القلوب. مفتاح القلوب. والعقول وال مفتاح الجنة. والعلاقات الطيبة. مفتاح الجنة. الجنة. مفتاح لا النار. لا الله نعم. مفتاح النار. كلمة. نعم. كلمة. والله. هو مثل المفتاح. حتى في الأكل، الأكل في بطنك لو وصل الأكل بدون ما يعدي على اللسان يوصل البطن ما له طعم. لو تأكل أمر أكل لو وصل في البطن ما له طعم. إيه. إذا ما عدى على اللسان ومفتاح للطعم. فاللسان هذا سبحان الله اللي هو مفتاح لكل شيء. بعض الناس تشوفه طول عمرك تحبه. وهو صامت لكن من اول ما يتكلم تكرهه او تزيد محبه سبحان الله يعني اذا تكلم على طول اول ما يتحرك اللسان اما انك تحبه واما انك تبغضه صدقت
وبعض الناس تكلم تقول ليته ما تكلم، بعض الناس تكلم تقول ليته ما سكت. اي سبحان الله، قول يا زين كلامه. اي والله، وبالذات الكلام اللي يكون على وقعه. بعض الناس يحضر العزاء ويقول كيف مات، ويمكن انها جريمه، وشلون مات، وشلون مات. وبعض الناس يدخل يقول قولوا لا اله الا الله، الموت حق محمد صلى الله عليه وسلم، مات. وابوك وين؟ وقال ابوي مات. وجدك وين؟ قال شفت حنا اموات، عيال اموات. وقاعد يعطيهم الكلام ذا مواعظ عقل، موعظه عقل، وصبرهم. ثم في الاخير تلقاهم سبحان الله يخرجون مسرورين. شيخ، وبعض الناس اذا زار المريض، نعم، اذا زار المريض كم الضغط عندك اليوم وكم السكر، وترى فلان جاه المرض ذا ومات. والله العظيم يا شيخ، يحبطه. صح صح، انه فاللسان هذا اداب زياره المريض، هذا فاللسان هذا مفتاح بالخير. نعم نعم، اللسان هذا نعتبره مفتاح. نعم، مفتاح حتى الرزق. والله احيانا كلمه تقولها ترزق، سبحان الله، واحيانا كلمه تمنع رزق. علاقه، نعم، تقطع عليك علاقات او توصلك بناس، يعني مفتاح خير يكون في تجاره، في رزق، في لا لا. ممكن تكون كلمه انت تحسب عليها طول عمرك، لاتني ما نطقتها. ما ينفع يا لاتني ما نطقتها، وهي من الانسان. صدقت والله، انسانك يقول لك انسانك حصان. صدقت انت صاحبك وخنت خالق. الله يحييك، اللسان مثل سائر الاعضاء. نعم، لم تشغله بالخير اشغلك غير. بعدين ومن الوصايا النبويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناها، لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. اوصني الله اكبر. وكان افضل ما قاله الانبياء لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله، كل شيء قدير. قال هذا خير ما تقوله الا رجل قال مثلك او زاد. هذه كلها باللسان، اعمال. صدقت والله. والانسان سبحان الله، نعم، مثل ما تفضلت، تفضل ابو فزاع قبل شوي، انه الانسان سبحان الله يدخل الاسلام بهذا اللسان بعد القلب طبعا. نعم، ويخرج به، ويخرج من، نعم، يخرج من الاسلام او يخرج به الى الجنه. مسلم يتشهد من الدنيا، يخرج اخر كلامه لا اله الا الله، يدخل بها مفتاح الجنه لا اله الا الله. والله طبعا هذا المفتاح له اسنان، وهي العمل والايمان والتصديق والتوكل على الله تعالى. ولذلك سبحان الله من اللسان، ذكرتم قبل شوي في مجلس مع الوالدين، يا جماعه سبحان الله الابوين هذولي، ها، رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من اولى الناس، من احق الناس بحسن صحابتي، اولى الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. الله اكبر. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس يدخل بيته لا يسلم على أمه، لا يسلم على أبوه، يرفع حسه بوجههم، ما يجوز يا جماعة. يعني ما أنا أحب أسأل سؤال. الله يجزاك خير يا أبو عبد الله. متى بالسؤال طبعا، متى آخر كلمة طيبة قلتها لأمك ولا لأبوك؟ يا سلام، الله يرحمه، الله يرحم الجميع. بس الله للأسف انقلبت الأم. بس هذا سؤال يسأل إنسان، كل إنسان يسأل نفسه. الآن طلعت بالعكس، تلقى الكلمة الطيبة هو الكلمة وكلام الزين، طلعت يطلع للزوجة. أي بالله، أي تطلع للزوجة. شفت عاد، إذا كان أف ولا تقول لهم أف يا أخي، أف هذه أف، لا أشكركم، أسلم. أف اللغة ما لها الكلمة في اللغة يا جماعة، معروف أنه مكون من حرفين. نعم، أف ما لها معنى يا جماعة في اللغة، ولكن الله تعالى ذكرها عز وجل، ها، رغم انها اقل ما يمكن ان يقال، وهي نفس تأفف. صح يا شيخ؟ نعم، هي تعبير عالمي دولي الان، ما لها سبحان الله. لاحظ سبحان الله، الله تعالى خلقنا وخلق ألسنتنا، صح؟ نعم، صورنا وخلق ألسنتنا سبحانه وتعالى، ولغاتنا ولهجاتنا. الان انت لا تستطيع تتكلم مثلا باللغه الانجليزيه او الاسبانيه او النيجيريه او ها او الصينيه، والصين لا يعرف عربي، ولكن مشتركين في ذي الكلمة كلكم، كلمة أف مفهومة دوليا أنها عبارة تذمر وتضجر. نعم، صح ولا لا؟ يا أخي، يا أخي ما يجوز يا أخي. النبي أصلا مش يقول يا جماعة؟ والله الكلام ذا للجميع. أنا معلومة جديدة. أي والله، أنا جتني الآن، يعني فضلت تعالى، يعني أول مرة أفكر فيها، ما هو بمعد لها. ولكن سبحان الله في مسألة اللي هي النبي عصام قال، النبي عصام قال لا يجزي والد ولد والد والده ها او والده الا ان يجدهما، لا يجزي ولد والد وابواه الا ان يجدهما مملوكين فيعتقهما، يعني يشتريهم، كانوا مملوكين وهو حر، يشتريهم فيعتقهما. فيعني النبي عصام يقول يعني ان كان بيجزيهم فهذا هو، ولا يا شيخ؟ ورغم هذا أنت ما رفع عنك البر،
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مأمور مأمور أن تبر والدك حتى وكان كفار. حتى لو كان كافر. وإن جاهداك جهاد على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يا جماعة ويننا من ديننا. وصاحبهم بدي معروفة. يا جماعة ويننا من ديننا. والله العظيم بعض الناس تلقاه مثلا جاي ينقل من منطقة لمنطقة. وراك نقلت يا فلان؟ قال والله دوامي ينقلوني. ماشي؟ نعم. طيب لو ابوك في البر قال لك تعال ابغاك عندي. خلي وظيفتك وتعال ابغاك عندي تنقل عندي. تبي تقول لا عندي وظيفتي. وش اعظم وظيفة يا عبد الله؟ والله بعد عبادة الله تعامل برك والديك. خدمة الوالدين. نعم. تفضل طال عمرك اسف الله يحفظك ابو صالح. كنت بتقول كلامه. لا لا ما عندي انا اي شيء. واصل. لكن معك المايك على قولهم. يقول ما طلع من اللسان ما يتعدى الاذان. وما طلع من القلب يسقط الى القلب. سبحان الله بعض الناس وموفق اذا مثلا جاب خطبه او نصيحه او كل شيء بعض المسلمين يستفيدون وبعضهم قد يقول انه ما يستفيد لكن الاستفاده من اللي من القلب للقلب صح او من اللسان قد يكون انه ما يتعدى الاذان كذا يا ابو عبد الله اي بالله الله المستعان خلي المجال لكم ان شاء الله اي بالله اي بالله صدقت الله حفظك لو انسان الله يسلمك في حاجه اياك نعم وعنده رفيق له تاجر ولا يقصر عليه هو بيدور رضاه ولا بيدور فرقه لا بيدور رضاه الله جعلك بابين الجنة وبابين أمك أبوك أعظم الأبواب هالبابين الله أكبر كونك تحرص وتؤدي شيء تراه دين عليك هم ترى مثل ما قال عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أغناك حليب أبغى حليب زين نعم أن في الأول أنت عندهم الله لكن الآن صار عندك أي هذا اللي يأتي الآن وقت الله البلد. أكبر أما في وقت القوة الوالدين ذي هم قد لا يحتاجون عندك في بيتك يكونون عندك أنت عندك أنت الآن في حاجة مو يروح أنا في محل ذا نعم. لكن الله, الله أكبر بعض الناس سبحان الله راح وراء مرته وراء هلا صحيح يا جماعة المرأة لها هذا حتى توجيه للأبوين لا تزاحمون عيالكم على زوجاتهم المرأة لها حق على رجالها وعيالها لهم حق نعم. ولكن أيضا هو الحق الأعظم يبقى الوالدين بعد الله تعالى حق الوالدين بعد الله عز وجل ما يعلوه حق سبحان الله ما يعلوه حق احنا نحسبك والله حسب انك بار بوالديك لا مقصر الحين ليش تأثرت وبكيت يعني ليش انا ما بكيت حاسب قصور لا ما بكيت ما دمعت العين عندكم حب حرف عندكم حار في لا لا في فلفل في يعني تحس ان الموضوع ده مؤلم يعني لا لا فلفل في فلفل في بصل نعم على طاري ضحكت قبل شوي ضحكت قبل شوي حكي عن امك ثم امك واحده نعرفها من الدعاة الله تعالى الله يذكره بالخير وهو طيار وتحيه طيار حربي الله يوفقهم من الحد الجنوبي وهذه راح نتكلم فيها بعد شوي مو ترى ذاك اليوم حنا ظاهرين من المحل وقال لي شفت يا ابو عبد الله قلت وشو لوحه سيارته لوحة سيارته ألف ميم كاف أمك وشو أمك أمك سبحان الله ثلاثة 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 يعني ثلاث مرات أمك ثم أمك يقول لي كذا هو قلت الله يأخذ بليسك شوف سبحان الله عطاري حد الجنوبي من الأشياء اللي نوصي بها حقيقة اللسان وحفظ اللسان في ذي الأمور التواصي بالخير دائما وهذه نصيحة للجميع من يشكك لا سمح الله في الجهاد جهاد المسلمين جهاد المملكة العربية السعودية ضد أعداء الله عز وجل في الحد الجنوبي من المملكة وفي الدفاع عن إخواننا في اليمن اليمن العربية اليمن الإسلامية اليمن السنية عطنا مويه نشوان بعض الناس تلقى جالس على أريكته أو يغرد في جواله ولا ها في تويتر ويقول لك يعني يشككون في نوعية الجهاد اللي في الجنوب أو واسم واسم وهمي أو النية واسم واسم وهمي واسم وهمي طيب ولو حتى أظهر اسمه يقال من كان يشكك في جهادنا في الجنوب فهو يعني عميل أو إنه بمعنى أو بآخر هو متواطئ مع إيران وش تبون إيران تجيكم ما دون الحلق اليدين وشيء تعرفونه واضح صريح وزير الخارجية صرح أنه إيران تتدخل في منطقة عربية وعليها أن تكف تدخلات المنطقة العربية ولا نسمح حنا طبعا في المملكة ولاة أمرنا جزاهم الله خير بأنه اليمن تغتصب وتصير لا سمح الله مصادرة نعم
ولهذا احنا شكرا احنا حقيقه من الله تعالى علينا بقياده حكيمه عرفت دورها ومسؤولياتها وتحركت تجاه هذا الشيء. بعض الناس يقولون وراكم انتم يعني عندكم في الاسره هنا ناس ما نسمع عنهم راحوا. احنا والله العظيم قلوبنا تفرك تفرك على انه نروح نقاتل في مع اخواننا في المعركه. وبعدين ما هو بنبي نكون في الصف الاول، لا الصف الاول بعيد، نبيه وراء، احنا نبي بوسط المعركه بقلب المعمعه. والله الذي لا اله الا هو، واسال ربي تعالى يجعلني في هذا مخلص. لو يسمحون لنا ينزلونا بالرشوتات، ينزلونا ولا بحبال، ينزلونا على قلب النار في جوف النار في المعركه، والله عندنا اطيب من هالعسل اللي قاعدين ناكله. الله اكبر. لان يا اخي الكريم ان بغيناها دين هذا ديننا يامرنا بهذا، وان بغيناها عروبه هذه عروبتنا، بغيناها مرجله هذه مرجلتنا. وش ندافع؟ وش ندافع يا اخوي عن جيراننا عن بلادنا وارواحنا؟ مستجير. نعم، او بلدك حتى مستجير. اهم لا افطربهم بيتغدون بك بكره لا سمح الله. ولذلك المملكه وعت مسؤولياتها. الكلام ما في بارك الله فيك، هناك من الاسره من اقربائي من هم في قلب المعركه، طبعا لن اذكر اسماء ولكن اعرفهم، طيارين حربيين، طيارين وسلاح مشات وبريه ميدان وميداني وحرس وطني الحمد لله. وبارك الله فيك، كل في محله الحمد لله، والحمد لله رب العالمين، يبلون بلاء حسن كما يبلي جميع ابنائنا افراد القوات المسلحه والقطاعات المسلحه الاخرى سامحني. وان كان اهلنا في المعركه شبابنا وعيالنا اخواننا يحتاجون من حاجتين فقط، الدعاء لهم وكف الاذى عنهم. اللي ما عنده كلمة طيبة يقول يمسك لسانه. والحمد لله احنا بخير ومنصورين موفقين، وبشركم احنا ان شاء الله ترى على مشارف صنعاء ان شاء الله ان شاء الله، وقربت امور الحمد لله تحسن بفضل تعالى. سبحان الله ما تمنيت، انا معي ماجستير في العقيدة الشيخية عبد الشيخ الحمد لله، وشهادة راكنها على جنب، اهم شيء عندي العمل، الله يجعلنا نعمل صالح. امين. والعبرة مو بالشهادات بلا شك، الحمد لله شكرا. والله ما تمنيت شيء، تطوع الحمد لله يا احداث الخليج، والله ما تمنيت شيء. حتى كنت اليوم اسال محمد الصبح اليوم عندنا، وامس سالت واحد رائد طيار رفيق لي، قلت يا اخوي اسال عندكم ما يقبلون اسير جندي؟ والله جندي بس نبي، ما نبي رتب، لو جندي ما ابي حتى دور جندي في قلب المعركه يقبلون اللي فوق 40 سنه، انا عمري 45 44 ما شاء الله. قال لا النظام ما يسمع. قلت هذه حسايف والله، انما بالنيات. ابو عبد الله سبحان الله، اول شيء والله العظيم ان لنا في لكم في رقابنا بيعه شرعيه الله يطول عمرك، البيع على الملك سلمان الله يطول عمره، الاسره طال عمره، والامير محمد بن نايف الله يحفظه ولي العهد، وحنا ولي العهد والامير محمد بن سلمان، وحنا والله كل من ولي العهد الله يحفظهم جميعا، والله ما هم في حاجتنا، لا الجنود منصورين باذن الله وما هم في حاجتنا، وكل في محله، ولكن وقت الحاجه طال عمرك حنا طال عمرك نعتبر سلاح حي. حي طال عمرك باذن الله. احنا في سفينه الوحده، قلنا في الشبيرة توحد. اي بالله غير كذا طعمك، حنا ما نتمنى نكون حنا عسكر، حنا سلمك الله شفت الفشقة اللي بداخل البارودة البندق، حنا نتمنى نكون حنا في شك، حنا كلنا في شك. الله اكبر. حنا ذخيرة حية والله، لا يحتاجون اللي يلقونا بيه. والله ابشرك هذا شعور كل مواطن، والله العظيم يا طويل، والله يا ابو سعد ولا انت ولا الاخوان، شعور كل مواطن، بل اني متاكد ان من الرجال والنساء ما يتمنى يروحون يقاتلون. نعم. طيب احنا معلش انا اقول من عشان الاذان الشيء ان عدم اثاره اللي هي مثل ما تقول الاشاعات او الاشاعات هذه المغرضه، وفي ناس قلوبهم برضه عطنا بس الاذان بنطلع. جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافيه. بنطلع باذن واحد من الشباب في المناره، ايه نطلع وبنرجع، نطلع الاذان ونرجع لكم، جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح شرف قدرك يا رب.